مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده من بوكس تو بوكس. اوعى تنسى ان الاهلي البطل، بطل الدوري، بطل كل حاجه السنه دي. خسر الاهلي من شويه من بيراميدز 3-0، والحقيقه شفت كميه من الانبساط بين الجماهير، المنافسه كبيره جدا جدا جدا، ومش مندهش لانه الاهلي عامل كل حاجه السنه دي. انا حتى مش هندهش لو لقيت جمهور الرجاء مبسوط المغربي، وجمهور الوداد، وجمهور الترجي، وجمهور كل اللي الاهلي حط عليهم السنه دي، هيبقوا فرحانين جدا جدا من خساره الاهلي قدام بيراميدز. طب الناس دي هتعمل ايه؟ بقى لازم تفرح، اذا كان ما كسبتش حاجه هتفرح ازاي؟ فتفرح بخساره للاهلي، وهخساره زي ما بيقولوا تحوش العين وتشيل العين. ماتش فيه كل حاجه غلط على المستوى الفني، انما فيه كل حاجه صح على مستوى المنطق. لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي بعد موسم بدا في اول اكتوبر السنه اللي فاتت، واحنا داخلين على نهايه يوليو السنه اللي بعديها، تقول طبيعي جدا الفرقه اللي لعب هذا الكم من المباريات، كل الايفنتات اللي خاضها النادي الاهلي، كل الضغوط اللي تعرض ليها لعيبه الاهلي مع كل الماتشات الصعبه وكل الكؤوس والدوريات والدروع اللي خدها، مع كل الكلام ده منطقي وطبيعي جدا، لانه انت بتتكلم على لعيبه مضغوطه جدا، على المستوى البدني تعبانه جدا، على المستوى الذهني. خلاص يا جماعه، جرب كده ان انت تقعد تفكر في موضوع يوم ولا اتنين ولا تلاته، هتقول ده انا دماغي هتفرقع مش قادر. خلاص يعني ركز كده في موضوع لمده ساعه ولا ساعتين، هتلاقي نفسك مش قادر. يعني العب ماتش شطرنج، هتلاقي دماغك دي بقت قد كده. برضه لعيبه الاهلي مضغوطين ذهنيا، مضغوطين بدنيا، مضغوطين فنيا، مضغوطين بكل شيء ممكن، وكولر مضطر انه يلعب بلاعيبته، لانه هو ما عرفش ياجل ماتش الداخليه كان عايز ياجل المباراه اللي هتتلعب في الكاس يوم 30/7، فبقى مضطر يواصل تجهيز لعيبته عشان خاطر في بطوله بيستهدفها النادي الاهلي اللي هي بطوله الكاس. الكاس بتاع السنه دي عنده ماتش الداخليه يوم 30/7 دور ال 16، اذا كسب هيبقى عنده ماتش المصري يوم 3/8، وشايفين الداخليه بيصرخ لانه ما عندوش لعيبه وعايز يريح هو كمان، وشفنا المصري بيصرخ وبيطلب من اتحاد الكره ياجل المباراه عشان مش عارف يدي راحه لعيبته، فما بالك لعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي نزلت المباراه النهارده على المستوى الفني في اخطاء، بس على المستوى المنطق لازم تعذر اللعيبه دي، لازم تعذر الشناوي وهو مش مركز، لازم تعذر محمد عبد المنعم اللي عمل الموسم الجبار، واحد من افضل سردباكات العالم هذا الموسم، فبيغلط خطا زي ده ويجيب اون جول، جول في نفسه يعني. الشناوي طالع على فخري لاكاي، لا هو قادر ينط على الكوره، طبيعه الشناوي هيخش يفرم فخري لاكاي، والكره اللي تحت رجلين فخر لاكاي، وهيفرد جسمه ويحسس فخر لاكاي ان الجون ده حجمه 3 سم، لكن هو مش قادر واللعيبه مش قادره، وده طبيعي، وده اللي قاله حتى مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراه، لما الراجل اتكلم وقال تصريحاته كده، قال اللي انا بقوله ده، قال اللعيبه مش قادره، وقال يعني هو طبيعي بيراميدز يفرح لانه هم يعني عايزين يكسبوا، نفسهم يكسبوا، احتفلوا احتفال كبير جدا، لكن لا خدوا مننا بطوله ولا خدوا مننا كاس ولا خدوا مننا مباراه مؤثره، دي تحصيل حاصل، انما حقهم لعبوا وكسبوا، حقهم خلوهم يفرحوا بماتش تحصيل حاصل مش مشكله، يعني المهم ما يفرحوش بماتش مهم او مؤثر، ده اللي بيقوله مارسيل كولر. يعني بيقول لعبوا احسن مننا وده طبيعي جدا، قال ما فيش فريق في مصر او في قاره افريقيا لعب نفس عدد ماتشات النادي الاهلي، خد بالك مش بس عدد وكمان ضغوط، يعني بيراميدز لما اتضغط شويه في الكونفدراليه ما كملش، حتى خرج من فريق جنوب افريقيا اللي نزل درجه تانية في بلده، ما قدرش يكمل بعد دور الثمانية، فما بالك النادي الاهلي اللي بيقول لك لعب، مارسيل كولر بيقول لك فريقنا مش قادر لا بدنيا ولا ذهنيا، رجلين اللعيبه مش شايلاهم بسبب ضغط الماتشات، جسم اللعيبه بيصرخ من الاجهاد، عاوزين اجازه، ومحدش سائل في الجهاز الفني لغايه دلوقتي اللي بيطلب ان هو خلاص عايز يدي اجازات وعايز يدي حاجات، مش عارف لانه عنده المباراه قلت لكم بتاعه الداخليه. قال يعني مش ممكن افضل دايس على اللعيبه بتاعتي بهذا الشكل، وبنتعامل لازم نتعامل معاهم على انهم بني ادمين مش ماكينات، واللي وصلنا له ده متوقع جدا. لازم الناس في اتحاد الكوره في كل مكان يفهموا ان اللعيبه محتاجه اجازات وراحه، واللي هتخسر على مستوى اللعبه على المدى البعيد سواء للمنتخب او للانديه الكبيره. والحقيقه قال المباراه كانت تحصيل حاصل، انا بجرب لعيبه قدام منافس قوي، بعرف مستوى اللعيبه اللي بجربها دي، وده بيخليني اعرف اقيم كل لعيب موجود،
ولا انا ما فكرتش يعني هل مستوى الشناوي متاثر او اي لعيب تاني يعني متاثر من عروض بتجيله، من ضغوط بتجيله، من اي حاجه. الكلام ده الحقيقه كان على لسان مارسيل كولر. لكن انا عندي سبب تاني مهم جدا، ولازم كلنا على فكره نبقى عاملين حسابه. من وقت ما اتكشف بحه، هو كان اسمه ايه، بحه مجدي بحه ولا كان اسمه ايه، رجب بحه، من وقت كشف رجب بحه والاهلي مش عارف يكسب، الاهلي خسران 5 نقط من 6 من حرس الحدود، ما حصلتش من يوم ما جه. ده الاهلي ما خسرش في الدوري من السنه اللي فاتت، يعني من الدوري اللي فات ما اعرفش من الجوله 32 ولا 33 قدام طلائع الجيش باين ولا ايه، الاهلي ما خسرش لغايه النهارده في الدوري ولا في اي بطوله محليه، يعني بقاله سنه ما خسرش ماتش في البطولات المحليه، لكن خسر النهارده من بيراميدز. انا ما لازم الاهلي يشوف حل. بحه اتكشف يا جماعه، لازم الاهلي يشوف حل، يشوف يغيره بقى، محتاجين بحه جديد يعني، او بحه يغير طريقته ويغير اسلوبه بعد ما انكشف. الحقيقه عايز اقول لكم حاجه، انه الارقام، اول هزيمه للنادي الاهلي في الدوري مع مارسيل كولر، وده طبيعي في نهايه الدوري، ضغوط وماتش حاصل حاصل ملوش لازمه يعني. يمكن دي الهزيمه الخامسه للاهلي مع مارسيل كولر، اول هزيمه محليه، لكن كان خسر ريال مدريد من فلامينجو في افريقيا في دوري المجموعات، كان خسر من الهلال السوداني ومن سان داونز كمان. دي الهزيمه الاولى للاهلي في الدوري المصري بعد 33 مباراه و330 يوم، 33 مباراه في الدوري و330 يوم على مدار الدوري السنه دي. اخر خساره للاهلي زي ما قلت لكم قدام طلائع الجيش في الجوله 33 الموسم الماضي. ودي على فكره اخر مره الاهلي خسر فيها 3 كان 3-2 من سموحه في الجوله 23 من الدوري الممتاز الموسم برضو الماضي. هي مباراه تحصيل حاصل لا تاخذ اكبر من حجمها. يعني على المستوى المعنوي بيراميدز ماشي يعني فرحانين وكل حاجه، لكن الحقيقه النادي الاهلي معذور، ومعذور جدا نتيجه الموسم الصعب والمجهد والمرهق اللي تعرض ليه هذا الموسم. كابتن احمد ايوب نجمنا ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق والمدير الفني الكبير، كابتن ايوب مساء الفل. مساء الفل يا كابتن احمد، تحياتي ليك. رايك ايه في ماتش النهارده؟ من ناحيه ايه بالظبط؟ رايي ايه من ناحيه ايه؟ من ناحيه انا بقول انه ماتش يعني في الاخر زي ما قال مارسيل كولر ومعاه حق الحقيقه، انه الضغوط على اللعيبه كبيره جدا والاجهاد صعب جدا، وهو مش قادر يدي اجازات لانه عنده كاس انت عارف اخر الشهر مع الداخليه، لا عارف يدي اجازات ولا عارف يدي حاجه، وبيقول اللعيبه مش قادره تشيل رجليها في الملعب يعني. تمام، يعني انا يعني الكلام ده كله حلو ومنطقي، بس هو برضو يعني تحمل جزء من الضغوط دي دلوقتي. ليه؟ لان هو برضو يعني مع النادي الاهلي طبعا يعني طبعا كتر خيرهم وكسبوا كل حاجه وحققوا كل الارقام السنه دي وكسبوا كل البطولات، ولكن مارسيل كولر على المستوى الشخصي بعد ما كسب بطوله الدوري قال انا 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 عاوز احقق ارقام، عاوز دوري بلا هزيمه، فبرضه حط ضغوط على نفسه وضغوط على اللعيبه. كان الاولى من بدايه يريح اللعيبه لان عنده بطولات بعد كده، النادي الاهلي شاركت مع النادي الاهلي كل طب هل كان ممكن يريح ويرجع تاني يعمل لهم فتره اعداد ازاي عنده ماتش يوم 30؟ انا ما بقولش الراحه، في فرق يا استاذ محمد بين راحه سلبيه وراحه ايجابيه. الراحه السلبيه انك بتدي اللعيبه فتره راحه 15 يوم 20 يوم وتبدا معاهم من جديد، لكن الراحه الايجابيه انت بتدي راحه مقننه، يعني ايه يعني 4-5 ايام لعيبه بتاع، يعني في لعيب محتاج اربعه اديله اربعه ويرجع يشارك معايا في تدريبات وجزء من المباريات، في لعيب محتاج 3 ايام، في لعيب محتاج يومين. المدير الفني هو اكتر واحد هيبقى اضرب لعيبته، وكل واحد محتاج راحه ايجابيه قد ايه الفتره الجايه. مش عاوزين زي ما حضرتك بتقول ندي برضه الامور اكبر من حجمها، كان نفسنا يعني كان الجماهير النادي الاهلي والاهلاويه كان نفسهم النادي الاهلي يخرج في دوري بلا هزيمه، ولكن ما حصلش ده نتيجه اعتقد ممكن يكون سوء يعني تخطيط للمرحله دي، لان طبيعي لعيبه الاهلي تعبانه ومجهده، طبيعي كانت لازم تريح، ما تحطش عليهم ضغوط اكبر من كده، خاصه النادي الاهلي حقق كل حاجه وروح البطوله غير روح الارقام القياسيه.
لازم دايما نفرق ان روح البطوله واداء البطوله غير اداء وروح الارقام. طبعا فرق شاسع. مش هو ده النادي الاهلي. وهو اللعيب بعد ما بيجيب البطولات هو محقق البطولات طبعا. يعني استنفار طاقاته اقل بكتير اكيد. طبيعي مليون في المية. ولكن عكس بيراميدز، يعني بيراميدز نكسب البطل يبقى نازل عايز يختم الموسم بفوز على الاهلي. عنده طموح بيراميدز النهارده انه حتى شفنا الفرحه بعد الماتش قويه جدا. ان بيراميدز خلال المواجهات اللي فاتت كلها بيخسر من النادي الاهلي، عاوز يكسب وعاوز يحقق نتيجه ايجابيه ويكمل مسيرته الناجحه في الدوري الموسم ده. وهم النهارده يسهلوا الصراحه، يعني بداوا المباراه بافضل نادي الاهلي والشوط الاولاني ضيعوا اكثر من فرصه واحرزوا هدف عكسي، ولكن في النهايه هو هدف. الشوط الثاني يمكن النادي الاهلي افضل شويه، ولكن مفيش خطوره على المرمى باستثناء الكره بتاعت عبد القادر، ولكن بيراميدز احرز هدفين وكان ممكن يحرز اكثر من هدفين يعني. وبعدين ما عجبنيش لعيبه الاهلي ومتعصبين، يعني انت خلاص يعني انت في الاخر بتلعب ماتش تحصيل حاصل يعني. تمام. ما انا بقول دي الضغوط اللي اتخلقت بلا معنى، يعني هي دي الضغوط اللي اتخلقت بلا معنى. الارقام القياسيه اعتقد بعد وقت ما بقاش ليها لازمه، يعني انت حققت بطوله، المهم الفتره اللي بعد كده ازاي اكون ايجابي وازاي ابني بايجابيه للفتره الجايه. انا ممكن اخسر لعيبه ولاعيبه تتصاب، لكن زي ما حضرتك بتقول المظهر الشده والعصبيه المبالغ فيها النهارده اعتقد ما كانش ليها لازمه. طبعا لعيبه الاهلي ولاعيبه كبيره وعندها خبرات وحققوا كل حاجه السنه دي، ما يعني والهزيمه واردة في كره القدم يعني. وبعدين بحها اتكشف، فدي مشكله. الاهلي يبحث عن بحة جديد. عارف انت يقول لك دايما هم يبكي وهم يضحك. طبعا طبعا طبعا. فخلينا شويه في الهم اللي بيضحك. خلينا نضحك شويه طبعا. كابتن ايوب، عايز تتكلم تقول حاجه عن مجمل الاهلي هذا الموسم؟ لا طبعا، انا يعني بعيدا عن المباراه بتاعت النهارده لازم نقدم لهم الشكر الصراحه، يعني جهاز فني ولاعيبه، لان اسعدوا جماهيرهم وحققوا كل حاجه لناديهم. هي مباراه وانتهت وملهاش معنى بالنسبه للاهلي في مسيره بطولاته. النادي الاهلي كبير وهيفضل كبير ودايما مفرح الجماهير المصريه وجماهيره العظيمه. اكيد هيفكر في المرحله الجايه، عنده كاس مهم جدا يحققه ويكمل المسيره الناجحه بتاعت البطولات طبعا يعني. الاهلي محتاج ايه في الانتقالات دي؟ يعني بعد امام عاشور هل الاهلي محتاج صفقات قويه تانية؟ انا شايف ودايما هقول ان الاهلي محتاج راس حرب بمواصفات مختلفه. النادي الاهلي الفتره الاخيره بقى له سنتين ثلاثه بيعتمد على السرعات وراس الحربه السريع، مع تغيير الاستراتيجيه انت محتاج في بعض الاوقات وبعض المباريات راس الحربه اللي هو المحطه اللي بيقف على الكوره ويطلع زمايله وبعدين يلعب على الجون بدماغه، زي شفنا النهارده مثلا. شوف اكتر يعني من كوره النهارده على فكره. نعم، في اكتر من كوره النهارده بان ان راس الحربه مش موجود. طبعا طبعا، انت في معظم حتى عرضيه الشحات بتاعت رافت خليل دي لو ولكن مش عاوز اقول الولد لسه يعني لا فاهم طبعا فاهم، ولكن النادي الاهلي عاوز يعني راس حربه بالمواصفات دي. انا بقى لي سنتين ثلاثه بلعب على المساحات، بلعب على السرعات، بلعب على الفروق الفرديه في اوقات كتير لما بغير الاستراتيجيه. لازم محتاج راس حربه اللي هو التسعه تسعه المحطه اللي بيقف وعندك لعيبه بتعمل عرضيات قويه. عندك علي معلول وعندك حسين الشحات وميرسي تاو ومظبوط وطاهر. لازم اللعيب اللي يخطف، اللعيب اللي يلعب دماغه كويس، وهاني، كل دي بتلعب عرضيات. طبعا. فانا شايف ان الاهلي محتاج راس حربه بالنوعيه دي، لانه طول الوقت مش هيفضل محافظ على نفس الاستراتيجيه. لما بتلاقي فرقه بتقفل كويس، ما عندهاش مساحات، يعني ما خط جرامه ما بتكشفش بسهوله، صعب جدا تخترق بسرعات. لولا الحلول الفرديه مش هتقدر تخترق. تمام. كابتن ايوب انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على كل هذه. قبل ما نشوف كابتن جهاد جريشة او حد يحلل لنا المباراه من الناحيه التحكيميه، كان فيها بعض الاحداث برضو اللي محتاجه كلام، يعني كان في بعض الحاجات اللي كان لعيبه بيراميدز بتحاول تضيع وقت، كان في بعض الاحداث واشتباكات بين اللعيبه في الملعب، في بينالتي للنادي الاهلي، كل دي احداث ربما يكون الكابتن جهاد جريشة او حد من خبرائنا في التحكيم ليه راي فيها. انما ما عجبنيش ابدا المشهد بتاع حسين الشحات بعد المباراه. انا عايز اقول في الاخر يا جماعه دي كره قدم، يعني طلعت نزلت دي كره قدم،
هتكلم على ماتش امبارح حتى بتاع المصري وسيراميكا واللي حصل، والمباراه خلصت وسيراميكا خد البطوله، وجمهور المصري امبارح ويكسر الكراسي ويعمل في المدرجات ايه؟ دي كره قدم يا جماعه. يا جماعه الكوره مش خناق. ما عجبنيش عصبيه لعيبه الاهلي بعد المباراه، ولازم زي ما انت بتتقبل الانتصار تتقبل الخساره لما تحصل. يعني حتى لو حصل استفزازات من لعيب منافس ليك وارد، يعني شفت حسين الشحات اهو مع الشيبي اعتقد اللاعب المغربي وبيشده، حصل خناقه وصدام ويمكن صفعه حسين الشحات، وبعد كده المهم ايه حسين مع الشيبي ما حصلش حاجه، وبعدين حصل حاجه من الاداري بتاع بيراميدز قال له حاجه او حاجه بيدافع طبعا عن اللعيب بتاعه، وحصل المشهد اللي احنا شايفينه ده. انا بلوم الكابتن حسين الشحات لاكتر من سبب. اول حاجه انت البطل، يعني انت في الاخر بطل، يعني طلعت النتائج نزلت النتائج في الماتشات الاخيره انت البطل، لو خسرت 18 انت البطل، لو كسبت 18 انت البطل، فانت البطل. يعني الموضوع مش محتاج كل العصبيه دي. الحاجه الثانيه ان دي مباراه كره قدم. الحاجه الثالثه انه يعني الصدام، وحسين الشحات لعيب مهذب ولعيب اخلاقه عاليه ولعيب مميز جدا، ويعني حتى مارسيل كولر في بعد الماتش لما اتسال قال انا مش عارف هو ايه الاستفزاز اللي اتعرض ليه حسين الشحات، انما لو ما كانش في استفزاز هيكون لينا اجراء، يعني هيكون لنا اجراء في الموقف ده. انا بحبش اشوف المواقف دي. حتى حصل صلح، يعني حصل تصالح بعد المباراه، وهي زي ما احنا شايفين اهو براس على راس، وحسين الشحات بس على برافو حسين، يعني اوكي حتى لو اخطات مجرد انك تعتذر، وانا ده اسمن ده لانه الاعتذار شيمه الكبار، الاعتذار شيمه النبلاء، الاعتذار شيمه الابطال، مفيش مشكله اذا اخطات واعتذرت مفيش اي مشكله. حسين الشحات بيعتذر اهو للشيبي، والشيبي حتى بابتسامه حلوه بيتقبل الاعتذار. بس انا ببقى حابب دي نماذج كبيره جدا ولعيبه كبيره جدا، لعيبه نجوم يعني، يعني دي ابرز لعيبه في مصر، فلازم يكونوا نماذج الحقيقه لكل لعيبه مصر ولكل فرق مصر. فانا نفسي اشوف مباراه طرفين، حد يكسب والتاني يخسر، وتنتهي وبيبوسوا بعض وبيهزروا وبيحيوا الجمهور، والمدربين بيسلموا على بعض وبيحيوا الجمهور، زي ما بنشوف الكلام ده في اوروبا في اعتى فرق اوروبا. يعني الريال بيخسر خسر 4 من مانشستر سيتي قبل كده، مانشستر يونايتد خسر 6 ولا 7 قبل كده، ليفربول خسر 7 من استون فيلا قبل كده، يعني ارقام ونتائج مذهله مذهله. برشلونه خسر من البايرن مره في دوري ابطال اوروبا 8-2 8-2، البرازيل خسر 7 في كاس العالم على ارضه. فانت بتتكلم في فرق، احنا يعني فرق عظيمه جدا، وفي الاخر بيسقفوا للجمهور وبيسقفوا للناس، والناس خلاص يعني هي كره، دي كره القدم، المشهد اللي نفسي اشوفه. انما لعيب يتعرض لطرد يتخانق، يحسب الحكم بينالتي اللعيب عايز يتخانق، الحكم ما اعرفش يحصل فاول اللعيب عايز يتخانق، الماتش الفرقه تخسر الفرقه اللي خسرت عايزه تتخانق، هذه مشاهد يجب ان احنا نشيلها بقى من قاموسنا. يعني لازم احنا نقعد طول الوقت نتكلم مع لعيبتنا في كده، واتحاد الكوره يبقى بيتكلم مع اللعيبه في كده، ويعمل ندوات لكده، والادارات الانديه تتكلم طول الوقت في كده، والجمهور نفسه لازم يتكلم في كده. انا هوريكم دلوقتي مشاهد في الجمهور مش ممكن، يعني امبارح مشهد بعد المباراه وخلال المباراه، ايه ده؟ يعني ايه اللي بيعمله جمهور ليه جمهور بورسعيد بيعمل كده؟ خلينا الاول اخد كابتن جاد جريشه خبيرنا الكبير في التحكيم عشان نعرف اراءه عن مباراة الأهلي النهاردة قدام نادي بيراميدز كده. خلينا الأول أخد كابتن جاد جريشة خبيرنا الكبير في التحكيم عشان نعرف آراءه عن مباراة الأهلي النهاردة قدام نادي بيراميدز. مباراة مليئة بالأحداث الحقيقة. كابتن جاد مساء الفل. أستاذ محمد مساء الخير حضرتك وعلى كل مشاهدينك. كل سنة وأنت طيب. وأنت بالصحة والسلامة يا أستاذ محمد. راس سنة هجري جديد. وعليك وعلى مصر كلها إن شاء الله. امين يا رب العالمين. انت في راس السنه الهجريه بتاكل بقى بط وحاجات كده زينا ولا لا؟ لا لا عادي، لا عادي. ليه انت مش ده اهليه زينا؟ انا ده اهليه زيك بس يعني مش اكيل قوي. مش اكيل، ده دي طقوس ملهاش علاقه بالاكل. لا لا، ما انا برضه مش اكيل قوي، انا مش من هو انت يقول لك موسم لازم بط ولازم معرب، فاكر انت الحاجات دي زمان؟ بيعملوا الحاجات دي بيعملوها بس انا مش اكيل قوي يعني. يا سيدي خد لك يعني خد لك يا دبوس، خد دبوس بالسادة. انا قعدت في التحكيم احافظ على الوزن واحافظ على الاكل، فخدت على كده. لما خلصت تحكيم مش عارف اكل. عموما كل سنه وانت طيب يا كابتن. وانت بس محمد ابو قول لي النهارده رايك في المباراه ايه؟ بص، النهارده محمود ناجي الحكم الدولي 3 بطولات خلال السنه في الاتحاد الافريقي، عمل بيعمل اداء محترم جدا. هو محمود ناجي فعلا ما حكمش ولا ماتش اهلي وبيراميدز؟ ما انا بتكلم على كده، اول مباراه
يديرها للفريق. طب انا مش فاهمها دي يا كابتن جهاد. والله ولا انا فاهمها برضه يعني. يعني حكم واضح انه كويس وحكم شاطر وحكم افريقيا حكم فنيا وبدنيا من اعلى الحكام الموجودين في مصر حاليا وراجل دولي. فانا انا يعني علامه استفهام كبيره ان ده اول مباراه للاهلي وبيراميدز. انت فوجئت زينا كده برضه؟ لا انا مش فوجئت، انا عارف قبل المباراه، بس انا بتكلم ليه يعني. انا مش لاقي سبب، يعني مش لاقي سبب مقنع ان حكم بالمستوى ده وشغال في حلقه افريقيا اخر بطوله كان تحت 23 سنه، وقبلها لعب نهائي كاس افريقيا للشباب، ولعب بطولات يعني اشترك بطولات كتيره جدا مع ده. انا كمان سمعت خبر غريب كمان اغرب من ده، انه ما كانش ولا حكم الماتش ده اصلا. هو لو محمد عادل ما اعتذرش ما كانش خد المباراه. بقول لك محمد عادل اتقمص عشان ماتش القمه، هو حكمه كابتن محمود البنا، وان هو شايف ان كابتن محمود البنا يعني هو كان الدور عليه او اولى انه حكم قبل كده كابتن بنا يعني نهائي الكاس. يعني الاقاويل كتيره ان هو بيتكلم على ان هو ماتش القمه ونهائي كاس الرابطه والكلام هذا، يعني حاجات من هذا القبيل يعني. فالكابتن محمد عادل اعتذر لهذا السبب. اعتذر، فلما اعتذر يعني كمان ده اقصد ان اعتذار كابتن محمد عادل بعيد عن تفسيره، لكن ما كانش ناجح يحكم يعني. لو كان كابتن محمد عادل ما كانش برضه محطوط ان هو يلعب المباراه، صح ولا يعني غلط؟ غريبه جدا. لكن كلام مظبوط. النهارده هو بيرد عليهم بصراحه. يعني اداء النهارده احنا كلامنا الراجل راكز كويس. راكز جدا، عامل اداء كويس ومركز. يعني اروح اقول لك على لقطه محمد تقول لك ان الحكم مركز، ان ركله الجزاء لما الكره تيجي في القائم وترد لنفس وترجع نفس اللعيب قانونا، ده يعتبر لعب الكره مرتين. يعني الناس بتتكلم هو مش تسلل، في ناس بتفكر ان هو تسلل، مش تسلل لان الكره كده كده. المعلق كمان قال تسلل، فعشان كده الناس مهندسي برضه بنوضح للناس ان هو الراجل مركز على فكره. في غيره قبل كده اللقطه دي في ماتش اهلي واسماعيلي من سنين ما ركزش في اللقطه دي، والكره جت بس الكره خرجت ساعتها ما تسجلش هدف، وكانت تبقى كارثه لو كانت اتحسبت ساعتها يعني. لكن انا بتكلم ان الراجل مركز، بمعنى عارف مين لعب الكوره وعارف ان الكوره جت في القائم ومفيش لعيب تاني يلمسها. فحسين الشحات لمس الكره مرتين بدون ان يلمسها لاعب اخر، ده قانون. وبالتالي الراجل نفذ القانون والغى الهدف بركله حره غير مباشره على حسين الشحات للعبه الكره مرتين دون ان يلمسها لاعب اخر. طب سؤال، هو لو حسين جات له تاني قام بصيها برضه غلط؟ هو لا، هو لا، بص يا استاذ محمد، لو ما سددهاش يعني حسين جات له تاني بس بصاها ما سددهاش. انا هبسطها لك، هو زي ما يكون لعب ركله حره مباشره لعب الكره لنفسه. لا يبقى خلاص، هي خلاص مظلومه. بالظبط، فهمتك. هو لاعب لمس الكره مرتين، هو البنالتي ركله حره مباشره اصلا. بالظبط، هو دون ان لمس، بس على فكره فالقائمه ما بيعتبرش لعيب خلاص يعني. القائمه بيعتبر ان ما حدش لمسها خلاص، هو لمسها مرتين يعني. كان لازم حسين يرفع رجليه يفوتها او حاجه، لو حد غيره كانت جوه، لو حد غيره يحطها كانت جون، مفيش مشكله فيها. او حسين كان رفع رجليه اللي وراه وهو زي ما تكون، سواء بقى من الاول حد غيره، اي حد غيره كانت تبقى جون، مفيش مشكله فيها. لكن هو حسين نفس اللاعب ده، فده في بتتكلم في الدقيقه حاجه و90 الراجل مركز. يعني بتتكلم في التركيز ده واحده من التركيز. انا كلامك ان طول الوقت محمود ممكن يعني اختلفت معاه في قصه لعب حسين الشحات الركله الركنيه، طبعا كان لازم انذار حسين الشحات وركله حره مباشره على حسين الشحات، طبعا الفار ما بيدخلش فيها لانها انذار مش كارت احمر. اللي هي بتاعت ايه؟ اللي هي اللعبه اللي اتعور فيها من لاعب البيراميدز اللي بعد كده الكاس اللي هو اتغير فيها محمد حمدي. التركيز بقى في حاجه ثانيه برضه، الناس برضه انت كان قصدك دي ايه يا كابتن؟ كان يدي انذار لحسين تقصد؟ ركله حره مباشره وانذار لان حسين كمل في الرجل فوت ان فوت، ده ممكن يكون ما شافهاش. هل هنا الفار ما بيخشش؟ هو ممكن ما شافهاش، الفار ما يتدخلش لان ده انذار برضه، ملوش اللي دخل فيها لان الرجاله اقصاها كارت اصلا. الحاجه الثانيه برضه لما ادى انذار للاعب البيراميدز في احمد توفيق، احمد توفيق، ورجع غير القرار عن طريق الفار بيكلمه، طبعا مش محتاج يخرج للشاشه لان دي حقيقه تحديد هويه، فرجع لغى الانذار من احمد توفيق، ادى الانذار لاحمد فتحي في اللقطه دي. ما حدش خد باله من اللقطه دي، بس احنا مركزين قوي ان الانذار كان لاحمد فتحي مش لاحمد توفيق. فلما جه احمد توفيق خد الانذار في الدقيقه 86، ده كان الناس متخيله ده الانذار الثاني، لا ده كان الانذار الاولاني. الانذار الثاني بقى اللي احمد توفيق خده، ده كان اعترض في هجمه لبيراميدز والكره اتقطعت، اعتراض غير طبيعي، كملت الكره ورجع بالانذار الثاني اللي هو طرده بيه، وكان انذار مستحق الثاني كان للاعتراض. تمام، للاعتراض، وبس ما ظهرش في الشاشه، بس احنا طبعا عشان انا رجعت اللعبه وشفتها، فكان في اعتراض في هجمه بيراميدز لما الكره اتقطعت، اعتراض غير طبيعي، ممكن قال لفظ عمل حاجه. فكانت هجمه واعده للاهلي، فكمل هجمه الاهلي، وبعد الهجمه ما خلصت راح راجع الانذار لاحمد توفيق في تصرف سليم من حكم. شفنا لما احمد توفيق تعرض لاحمد عبد القادر في الكره اللي بكوعه دي. لا احمد عبد القادر الكره دي الايد الممتده دي مش كوعه يا استاذ محمد. لا انا مش قصدي ان هي طرد. مش قصدي كده. انفعال احمد عبد القادر بعديها، يعني هو الكابتن محمود ناجي ادى كارت اعتقد لاحمد توفيق. لاحمد توفيق.
تمام. الانفعال الشديد لاحمد عبد القادر كان يستحق عليه انذار، ولا ده انفعال يعني طبيعي بص من اللاعب الحكم ممكن يستوعبه؟ بص في المباريات الكبيره زي دي يا استاذ محمد بيبقى احنا يعني كحكام نقول احيانا لما بيعترض اعتراض باحتراق، على فكره طالما ما الاعتراض فيهوش الشكل لفظ يعني ممكن يبقى وشه بالظبط كده. هو بيتكلم بيقول له لا اللعبه ما تستاهلش انذار، ما تستاهلش كارت احمر، ده انذار، الكوع ده ما تمش استخدامه كسلاح، اليد كانت ممتده وبالتالي انذار كان مستحق، او ممكن يكلمه بده وبرضه يحتفظ بانذار في جيبه ما يدهوش، يعني ما قسم الاعتراض الفج ما حصلش من محمد عبد القادر في اللقطه دي، محمد عبد وبالتالي القادر هو خد انذار ادى الانذار الصح والاعتراض ده قابله بتحذير، فالمجمل اللقطه عملها صح. الاثنين لعيبه لما تداخلوا مع بعض جوه منطقه الجزاء، محمد عبد القادر احمد عبد القادر واحمد عبد القادر اسف وكان حد او اثنين، في اثنين لعيبه دول منظرين انا مش فاكر اسامي اللعيبه بالظبط، بس كان محمد عبد المنعم وكان لعب بيراميدز احتكوا بعض جوه منطقه الجزاء وجابهم وده انذار لده وانذار ده، تصرف سليم من حكم شغال شغل كويس. احنا بنتكلم على السؤال ليه ما خدش قبل كده الماتشات الاهلي، يعني الحكم يعني مسيطر على مباراة كبيرة لا زي دي، عمل مباراه تحكيميه مميزه النهارده، تديله كان كم من المفروض عشرة ناجح، يا كابتن؟ لا النهارده ناجح، هو مش هو بس وطاقم التحكيم كمان، التسللات النهارده كلها مظبوطه، الفار المراجعات كلها مظبوطه، فاكر بنتكلم اسمائهم برضو تقولهم بمناسبة ان هم يعني يعني انا مش فاكر اسماء بالظبط، بس نور سعيد كان المساعد الثاني من القاهره حكم مساعد مميز، والمساعد الاول انا مش فاكر اسمه بالظبط بس هو برضه مساعد مميز، شوفوا لنا يا مساعد جماعة طاقم الاسم ده التحكيم اسمائه لو عشان تيجي نقول، ضربت عشان بس هياخد حقه، عشان ياخدوا كان على حقهم. البار برضه عملوا مباراه مميزه لتحليل الهويه تدخل فيها بصوره محترمه جدا، والا كان الحكم اخطا وطرد احمد توفيق في اللقطه اللي هي الاولانيه الانذار الاول، فبنتكلم طول الوقت الناس لما بتنجح بنقول في نجاح للتحكيم وفي صوره كويسه للتحكيم النهارده كان ماشي بصوره مميزه جدا. يعني انت بتشيد يا كابتن بتدي لهم كام من عشرة؟ يعني النهارده 8.5 من 10 طاقم التحكيم بالكامل، يعني يعتبر جيد جدا ويصل للامتياز كمان، ونتمنى ان يعني الناس لجنه الحكام الناس اللي بتلعب في افريقيا وماشيه كويس اديهم ماتشات داخليه عشان نديهم الثقه داخليا زي ما الاتحاد الافريقي مديهم الثقه خارجيا عشان التحكيم المصري، لان محمود دلوقتي من الحكام المصريين اللي مصنفين في الاتحاد الافريقي، وبالتالي عندنا حكام مصنفين في الاتحاد الافريقي بصوره كويسه جدا، امين عمر، محمد معروف، محمود ناجي، ومعاهم محمد عادل، دول حكام بداوا يعني خلاص بقوا مصنفين في الاتحاد الافريقي وماشيين بصوره محترمه، لازم ياخدوا الثقه جوه زي ما الاتحاد الافريقي بيديهم الثقه. طب انا هقول لك يا كابتن اسماء الحكام برضه عشان يبقى خدوا اتفضل حقهم، على حقهم بما ان اتفضل. حضرتك بتشيد بيهم هذه الاشاده في ماتش كبير كمان زي ده، يعني الاهلي لما بيلعب بيراميدز ده ماتش كبير، لان خد بالك ده فاينل كاس اهلي وبيراميدز، سوبر مصر اهلي وبيراميدز، الثاني وبيلعب الاول، يعني بطل الدوري بيلعب لا الوصيف بتاعه. وحاجه كمان يا استاذ محمد خلي بال حضرتك، ده اول مباراه في تاريخ محمود ناجي للاهلي وبيراميدز مع بعض، يعني كمان ما حكمهمش مع بعض قبل كده، كمان بتكلم على هو ما حكمش الاهلي الثاني خالص، بالظبط، بس بتكلم اهلي وبيراميدز كمباراه كبيره اول مباراه ولا حكم لبيراميدز برضو بيقولوا لي، ولا يعني حكم لبيراميدز بتبقى غريبه الاهلي جدا، برضو غريبه جدا. لا حاجه مش مقبوله، يعني بتكلم على الحكم ماشي كويس وماشي كويس في افريقيا وماشي كويس في الدوري المصري ما عندوش مشكله، ولعب ماتشات من ماتشات الهبوط واداها بصوره كويسه، هو محمود ناجي الحكم حكم مساعد اول تامر رشاد، تامر رشاد تمام، حكم مساعد والمساعد تاني الثاني نور سعيد، نور سعيد تمام، حكم رابع صبري ابراهيم، صبر ابراهيم تمام، حكم الفار اللي هو عبد العزيز الرئيس السيد عبد العزيز السيد تمام، الحكم الفار المساعد هاني خيري، هاني خيرك المساعد اللي معاه هو تمام. لا طبعا النهارده عملوا ده طاقم اداء الحقيقه تحكيمي الكابتن محترم، جهاد بيشيد بيهم جدا، لا ده حقه، هو بص وأدار يا مباراة محمد لما كويس في اخطاء بنقول اخطاء، لما بنلاقي طبعا، حاجه ايجابيه بنقول الايجابي ايجابي، يعني طبعا يا كابتن. بس هم كمان يعني ادوا صوره تخليهم الفتره الجايه يعتمد عليهم بشكل كبير ان شاء الله، يعني اذا كانت اللجنه ده الطبيعي، ده طبيعي هتحكم جدا، بعداله او هتختار بعداله اكيد الفتره الجايه. اكيد ان شاء الله ربنا بالتوفيق للتحكيم المصري ان شاء الله. الله يخليك كابتن جهاد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التصريحات. زي ما قلت لكم اللي حصل الصلح وده مهم جدا، وانا حسين الشحات مع الشيبي هنشوفها بالفيديو كمان، احنا شفناها صوره دي بالفيديو اهو، حسين الشحات وادي الشيبي وادي كابتن هاني سعيد مدير الكوره في بيراميدز. انا بعرضها كذا مره عشان خاطر ده شيء ايجابي حتى لو حصل انفعال بعد المباراة، لكن في الاخر دول لعيبه ولاعيبه كبار. على فكره الشيبي لعيب كبير جدا ومؤثر جدا مع بيراميدز السنه دي، شفنا الماتشات المهمه الشيبي ليه دور مؤثر مع بيراميدز. حسين الشحات طبعا نجم النجوم هذا الموسم، يعني احد ابرز اللعيبه المصريين في كل البطولات، سواء حتى البطوله الافريقيه
او في البطولات المحليه. خلوني كمان اقول لكم جيم باتشيكو المدير الفني البرتغالي، وعلى فكره بيراميدز دلوقتي زي ما وصل لنا ان هو بيحاول يجدد التعاقد بتاعه، بيتكلم معاه في مساله تجديد عقد. الراجل عامل موسم كويس الحقيقه مع بيراميدز حتى الان، الراجل عبر عن سعادته في المؤتمر الصحفي، هنى النادي الاهلي على فوزه بالدوري، بيقول ان الروح الرياضيه في النهايه هي اللي لازم تسود بين الجميع، وده كلام صحيح 100%. وقال ان بيراميدز قدم مباراه قويه، لعب من اول المباراه انه عايز يكسب الثلاث نقاط عشان يبقى خاتم الموسم ختام حلو، وده الفرق يعني في الاخر ما خدش بطوله السنه دي، فعايز يختم بفوز على البطل، وده حاجه من الناحيه المعنويه بالنسبه لهم مهم، عكس الاهلي اللي كسبان كل حاجه، فبالنسبه له المباريات دي تحصيل حاصل، او زي ما قال مارسيل كولر بيتابع اللعيبه اللي هي عايز يقيمها قبل نهايه الموسم. كمان قال ان الفريق لعب مباريات قويه قدام الاهلي لم يوفق في نهائي الكاس والسوبر المصري، رغم انهم كانوا بيبذلوا مجهود مضاعف يعني، وشدد انه من اول ما تولى المسؤوليه ما لعبش مباراه واحده مكتمل الصفوف بسبب الاصابات، وعنده ايقافات طول الوقت. حتى النهارده كان في عدد كبير من اللاعبين الشباب موجودين على الدكه، لكنهم لعيبه كويسه، لان عنده اصابات. النهارده مثلا عبد الله سعيد مش موجود، عندك رمضان صبحي مش موجود، انت بتتكلم في اسماء من اللعيبه الكبيره الحقيقه مش موجودين النهارده لا على الدكه ولا موجودين حتى في التشكيله بتاعه بيراميدز. توريه مثلا مش موجود، كل دي لعيبه كبيره يعني. قال ان اللعيبه اصحاب الفوز، وان هو بيشكر اداره نادي بيراميدز على الدعم الكبير، الاداره التنفيذيه كلها طبعا، المهندس ممدوح عيد والمجموعه اللي معاه، قال له وفروا كل المتطلبات هذا الموسم، كان نفسه يحقق بطوله وكان يستحق بطوله من وجهه نظره، كان قريب من ده لانه وصل فاينل كاس، لكن خسر طبعا من الاهلي، حظه انه قابل الاهلي، خسر السوبر لانه برضه واجه النادي الاهلي. قال لكن في المستقبل الامور مفترض تبقى افضل، عندنا خطوات واضحه نلعب على كل البطولات اللي هنشارك فيها الموسم اللي جاي. قال انه الفريق قدم مباراه كويسه، اخطاؤه في المباراه كانت قليله، سجل معظم الفرص اللي سنحت له، ودي من الحاجات المهمه لما تجيلك اربع خمس فرص فتسجل ثلاثه، دي حاجه مهم. وشكر الفريق ان هم نفذوا طريقه لعبه، وقال ان كان في اجهاد في الفتره اللي فاتت، لكن احنا اجتهدنا علشان خاطر نقدم واحده من افضل المباريات مع منافس قوي وبطل هو النادي الاهلي، وان بيراميدز دايما بيحترم كل المنافسين بتوعه، فما بالك بقى هو بيقابل النادي الاهلي. على فكره عايز اقول لكم على حاجه، اول فوز لباتشيكو على النادي الاهلي من يوم ما عرفنا باتشيكو لغايه النهارده، كل ماتشاته كانت هزايم مع بيراميدز، وحتى قبل كده لما كان متولي مهم التدريب نادي الزمالك كان برضه بيخسر من الاهلي، فعشان كده حتى مش بس الفوز مضاعف عند اللعيبه ان هم كسبوا النادي الاهلي، وده حاجه ضخمه جدا، الاهلي حاطط على كل الناس السنه دي يعني، لكن كمان على جيما باتشيكو زي ما تقول كده فك النحس، يعني هو عايز يقول كده يعني السنه دي مع الزمالك خسر قبل كده، كان نهائي على فكره في الزمالك خسر ماتش كان مهم جدا لو تتذكروا بتاع القضيه، ممكن نهائي القرن 2020 قدام الاهلي، كان الاهلي موسيماني وباتشيكو مع الزمالك، وباتشيكو لو تفتكروا كان جه الزمالك لما مشي كارتيرون قبل السيمي فاينل في افريقيا، كسب اعتقد الرجاء وصل فاينل، وجه موسيماني برضه سيمي فاينل بعد فايلر، وكسب الوداد وصل فاينل، والاهلي كسب الزمالك 2-1 كان مع باتشيكو، وخسر نهائي الكاس قدام الاهلي كمان السنه دي 2-1 اعتقد على ما اتذكر، وخسر الكاس السوبر المصري في الامارات، والمباراه خلصت 1-0 للنادي الاهلي، عشان كده طعم الفوز بالنسبه لي مهم جدا. مارسيل كولر لانه حاطط ضوابط معينه وبيهزرش فيها، لما الفرقه بتخسر ما تروحش على البيت، لازم كل اللعيبه تتجمع، وده اللي حصل او حصل دلوقتي، تركب الاتوبيس تروح النادي، تاخد الدش، مش الدش في الحمامات، الدش من المدير الفني، ثم تتجه لبيتك من ارض النادي الاهلي. وعايز يفكرك لما بتخسر انت لعيب فين وانت بتنتمي لايه، يعني خسرت بس لازم ترجع تشوف النادي وحجم النادي وتتذكر انت بتمثل مين، انت بتمثل الاسد، ما ينفعش تخسر،
فبيرجعهم تاني النادي الاهلي، وهم دلوقتي يمكن في طريقهم اتحركوا على النادي الاهلي او هكذا المفترض يعني. وتاني يوم بقى الصبح اللي هو بكره بدري بيعمل لهم تمرين وبيلغي فكره الراحه. دي الضوابط اللي بيحطها مارسيل كولر في حاله اي خساره من النادي اي من اي خساره يعني ليه في الدوري. مارسيل كولر بيعمل كده. قبل ما اطلع للفاصل يعني حابب الاول اتكلم على على الجمهور بتاع امبارح. موقفين سلبيين. موقف يعني انا بعشق الانديه الجماهيريه، وما اعتقدش ان في حد وقف في الاعلام على الانديه الجماهيريه زي على مدار تاريخه. انا المصري رحت عملت له حلقات من قلب بورسعيد، يعني لاجل النادي المصري ولاجل استاد بورسعيد، وزمان وقبل ثوره يناير وبعد ثوره يناير يعني. والاسماعيليه نفس الكلام، والاتحاد السكندري نفس الكلام، والمحله نفس الكلام، واسوان نفس الكلام. وكلنا يعني على فكره في ماتش المصري وسيراميكا مع كامل التقدير لسيراميكا ومجهودهم ورغبتهم وكفاحهم وروحهم، كنا كلنا مشجع المصري اي حاجه يعني. ده نادي جماهيري وده كره للجمهور يعني. لكن لما سيراميكا كسب سقفنا لهم، لانه فعلا عملوا ماتش كبير من الاداره واللعيبه والجهاز الفني كابتن ايمن الرمادي وكل الناس. لكن ما عجبنيش جمهور المصري، وما عجبنيش حتى طريقه تعامل النادي المصري مع المباراه والاحتفالات. وناس بعتلي اغاني قبل الماتش بيومين عشان ازعها واتكلم، وكانه المصري كسب البطوله. اولا المصري اكبر بكتير جدا من انه يحتفل قبل بطوله كاس رابطه يعني. يعني في الاخر ده كاس الرابطه. المصري اكبر من كده واقيم من كده بكتير جدا، لكن هي كاس في الاخر وبطوله رسميه. وهم عايزين يستعيدوا فكره احراز البطولات ماشي، بس البطولات لا تاتي الا بالتركيز. يعني لازم تركز جدا. جرب تشوف الاهلي في بطولاته السنه دي او اي بطوله بيكسبها، جرب تهوب ناحيه الاهلي، ناحيه النادي مش ناحيه التمرين، ناحيه النادي. يا خبر ابيض، انت داخل سكنه. مستحيل مستحيل حد يقرب من نادي ولا يقرب من فرقه الكوره ولا يقرب من اوضه اللبس ولا يقرب من المدير الفني ولا مستحيل. او تكلم الاداره تسالهم عن حاجه. ما لا شيء الا التركيز فقط. الاحتفال يبدا بعد صفاره النهايه. لكن شفنا الناس بتحتفل وبورسعيد فرحانه لكن كان لازم يطلع الناس طول الوقت ركزوا احنا ما كسبناش البطوله ولا ايه. فما عجبنيش المشهد ده. وقبل المباراه والكابتن ميمي عبد الرازق بحاجة جمهور وبكاء وحاجات. انا عايز اقول دي مشاعر صادقه وتلقائيه، بس ما فيهاش خبره. ما فيهاش خبره. اللعيبه حست ان هي كسبانه كسبانه، فنازله من اول دقيقه فاتحه الماتش، من اول دقيقه فتحت كده جه الجون كده. يعني الهجمه كده وفتح خطوطك ردت جون. وده سيراميكا يكسب اربعه اول ربع ساعه. يعني بص ده في اول في الدقيقه كام ده؟ ده في الدقيقة يمكن اتنين ولا احمد عنتر في اول الماتش يعني في اول خمس دقايق كان 2-0 يعني. طبعا كان لعيب في مصر محمد عنتر. بص 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 الشروخ اللي في الدفاع. بص 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 ده كلام. بص هو 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 نازل كسبان. هو نازل تولد عند اللعيبه طبعا في التمرين وزيارات واحتفالات واهازيج ويلا يا ابطال وكسبنا الكاس. بص والتانيين طبعا نايمين في الدوره بتوع سيراميكا، ولا حد بيروح ولا حد بيجي ولا حد دريان بيهم، والناس شغاله وقافله على نفسها ومركزين. عشان كده كسبوا المباراه وبسهوله. يعني كسبوا المباراه بسهوله كمان. ما عجبنيش بقى المشهد بتاع الجمهور. انت نادي جماهيري عظيم وعندك جمهور عظيم، جمهور النادي المصري ليه بتعمل كده؟ وريني اللقطات بتاعت الجمهور اللي بعد المباراه. ليه المشهد ده؟ ليه؟ والناس واقفه والامن واقف ومحدش بيقرب لهم، سايبينهم. من فضلك اخرج. بص 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 ليه المشهد ده؟ عشان ايه؟ يعني انت رحت تشجع عشان فرقتك تكسب، ففرقتك خسرت، سقف لفرقتك اذا شفت انها ادت دورها وواجبها، وسقف للكسبان وامشي وخلاص. دي كره قدم. انما هو في مكسب بالعافيه؟ او مكسب مثلا ده ما يستحقوش سيراميكا؟
او المكسب ده مثلا اللي خده سيراميكا، هل يعني حد تآمر على النادي المصري عشان يخسر؟ ما حصلش. وليه تكسر كراسي؟ وليه بص الكراسي اللي بتترمي، ليه المشهد ده؟ وشباب صغير، ومين بيقعد يعلم الناس دي يعني ايه كره قدم حقيقيه؟ والله العظيم كل الناس اللي مسؤولين على المنظومه بتاعتنا دي هتتحاسب قدام ربنا لما تبقى المفاهيم عند الشباب ده بهذا الشكل، بقت البلطجه والضرب والشتيمه والخناق هي القوه وهي الاسدانه، وانا الجامد الاسد المغوار اللي محدش ادي بالشكل ده. اسد مغوار يا ابني في الملعب بس، البطل في الملعب مش بره الملعب. يعني اسد بره الملعب وتقعد على قفاك، يعني ينفع؟ يعني ينفع ابقى اسد بره الملعب؟ بص المشهد ده، هو ده المشهد الحلو، هو ده الشكل الحلو لكره القدم، التشجيع ده. يعني المشهد ده، بص المشهد الحلو ده كل الدنيا تتناقله، وكل الدنيا تحسد النادي المصري على الناس دي، وكلنا عايزين كنا المصري يكسب عشان الناس دي. شايفين المشهد الحلو ده؟ هو ده الجمال. انما شويه عيال تقعد بعد الماتش تكسر وتدغدغ وترمي وتعمل، فتدي صوره سلبيه بهذا الشكل. طب ليه؟ لا حاجه تليق بالنادي المصري، ولا حاجه تليق بكيان النادي المصري، ولا حاجه تليق بتاريخ النادي المصري، ولا حاجه تليق حتى بلاعيبه النادي المصري، ولا جهازهم، ولا مسؤولينهم، ولا ادارتهم، السيد كامل ابو علي والمجموعه اللي معاه. هو ده اللي يليق بيهم. هذا المشهد، الكاميرا جايبه مشهد، والله العظيم هذا المشهد يستحق جايزه. لما الجمهور يروح من بورسعيد لبرج العرب ويروح الاستاد في الحر ده عشان يشجع لعيبته بهذا الشكل، ده حاجه يعني بصراحه تقييمها غالي جدا وعالي جدا جدا جدا. لكن المشهد بقى المقابل اللي شفناه بعد الماتش، اللي فيه تكسير وفيه شتايم والناس مش عايزه تمشي، طبعا احنا بنتكلم على قله من الجمهور، دي الاف مؤلفه مشيت. لما انت بتتكلم في 300 عيل ولا 200 300 واحد شاب، وده لازم يعني برضو انا يعني لازم الناس دي تفهم ان كده غلط، مش هي دي كره القدم. ولا ده معناه حب النادي المصري؟ ده مش حب للنادي المصري، ولا ده معناه عشق للنادي المصري. تعمل ايه؟ وذنبه ايه الاستاد؟ وذنبه ايه النادي المصري تحط الصوره السيئه دي في نهايه المباراه حتى لو خسر المصري؟ المصري كسب كتير، والمصري خسارته لكاس الرابطه لا هتقلل منه، ولا كان حتى مكسب كاس الرابطه هيخلي يعني المصري في السماء. يعني هو المصري كده كده في السماء من غير حاجه، في السماء بجمهوره، في السماء بتاريخه، في السماء بمكانته وبكل الكلام ده. فالحقيقه هذا مشهد يحتاج سريعا. بص 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 الكراسي، بص طبعا ده بقى التتويج، الـ طبعا ملك النادي السيد محمد ابو العنين، سياده النائب محمد ابو العنين، كان معاه النائب احمد دياب رئيس الرابطه، ومحمد ابراهيم نجم نادي سيراميكا، وموقف لعيبته عشان هيعمل بقى الحركه بتاعت شيكابالا. هو نفسه قال شيكابالا نجم كبير، طبعا نجم كبير، وهو قلده لما بتقال احنا عندنا لقطه لشيكابالا بالدوري كده برضو، هو قلده في نفس اللقطه دي، وسيراميكا كسب البطوله، وبالنسبه لهم بطوله غاليه جدا لان اول مره في تاريخهم، كله سنتين ثلاثه، فلما يكسبوا بطوله والفرحه حلوه طبعا. يعني هم فرحوا واستحقوا الحقيقه، لعبوا مباراه كبيره، والاجوال حلوه اللي جابوها صلاح محسن، وشفنا جول محمد شكر، ايه التسديده دي؟ يعني ايه الفاول اللي جابه محمد؟ طبعا فرحه عارمه زي ما احنا شايفين، كل الناس بتحاول تخطف الكاس تتصور بيها عشان تاخد اللقطه، يعني الصوره اللي هتبقى ذكرى كبيره جدا، تشامبيون او اللي هو البطل. يعني انا عايز اشوف الاجوال تاني بتاعت لو انتوا عندنا الاجوال. يعني انت شايف ادي الميداليات، فرحه حلوه لحي سيراميكا كاس الرابطه، دي عنتر اهو، يا سلام. طبعا عنتر اهو جايب الجول بتاعه الاولاني، ده جول سيراميكا الاولاني، بعد كده الجول ده صلاح محسن كان في الدقيقه 11، يبقى عنتر في الدقيقه 6، وصلاح محسن طبعا غمزه لعيب كبير، الغمزه دي غمزه لعيب كبير بصراحه. يعني صلاح محسن راجع النادي الاهلي، بص غمزه بوز الجزمه دي، بص بص بص، طبعا هو متوقع ان هيرجع الكوره وغلط، فعملها كده بوش رجله تشيب كده من فوق الجول، لعيب كبير جدا
وزي ما احنا شايفين بسام عامل ماتش كبير، بس الصاروخ ده بقى اللي حسام ابو العزم، هو فعلا عزم، هو حط كل العزم في رجليه الشمال، حط الكرة في المقص ولا حتى حد يقدر يقرب لها. انا جول حلو الحقيقة طلعها بسام، لكن هو سندها كده زي ما احنا شايفين بيمينه، وبعدين رقص الترقيص وحط الكرة جول. ايه ده يا جماعة؟ جون يعني روبرتو كارلساوي زي ما بيقول روبرتو. بص على فكرة وراجع كام خطوة وحاطط عزمه وناطر رجليه، بص والله العظيم نفس الستايل بتاع روبرتو كارلوس في فرنسا لما جاب الجول وطلع كده متر فوق الارض، وادي الوان تو عمل صلاح محسن وان تو مع صامويل امادي وبيجيب الجول الرابع. طبعا ده في الدقيقه الاخيره كان خلاص المصري يعني واحد زي اتنين زي تلاته زي اربعه مش باقي وقت، فكان فتح خطوطه وقدر صامويل انه يجيب الهدف الرابع في الدقيقه الاخيره في الدقيقه 90. بس الاول بقى خلونا نشوف الصور بتاعت كاس الرابطه، هما بيستعدوا لكاس الرابطه. هاتوا لي الصوره بتاعت الدوري لو سمحتوا بسرعه، احنا عندنا صوره اللي عملت له فيلر وهطلع بيه دلوقتي حتى في الفاصل، هطلع بالفيلر بتاع الدوري. يعني يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام. انا عايز صور كاس الرابطه عشان الاول عشان اعرف اقارنه بالدوري. شوف ده داخل استاد برج العرب ازاي، والغلبان التاني كان داخل استاد القاهره ازاي. طبعا دي بطوله الرابطه فمهتمين جدا. شنطه اهي، بص الشنطه، شنطه زي بتاعت السفر اللي بتسافر بره مصر كده. شوف بص الشنطه، كمل كده الصور. يا سلام، بص ده عامله زي بتاعت كاس العالم بالظبط. بص افتح يا ابني الشنطه. ايوه يا سلام، زي كاس العالم اهو. طلع الكاس بقى، بص بعد كده هتلاقي الكاس، هما شايلين الكاس حطوه بقى على الشنطه ووراه. طبعا ده الماكيت اعتقد بتاع برج العرب اللي هو اللي ورا ده، وتصور وتشيك ولابس حاله ومغسول ومدهون ومتلمع. تحس كده انه ايه، واخد الدش المتين ومتلمع ومتظبط، يعني تحس انه جاي من الساحل الشرير. ده بقى بما اننا في برج العرب يعني ده جاي من الساحل الشرير. خلونا نشوف بتاع الساحل الطيب الغلبان على عينه. تخيلوا ابو 75 سنه. بصوا بتدهول ازاي. بصوا تحس ان عيل بشايلينه داخلين بالمستشفى. بصوا بس، استنى اقف، لا انا عايزك تقف عند عند بص اهو يا باشا. لا حط لي اتنين جنب بعض كده، ينفع؟ يعني تنفع تحط لي ده محطوط كده على العلبه الفخيمه دي الشيك دي؟ ده انا حتى وانا بقول لهم ما كانش يستاهل الدوري ده في اخر ايامه. يعني ده كان حد يقدر يقرب له ده زمان؟ يا خبر ابيض، ده الدوري ده كان قيمه وسيمه زمان يا اخي. وديه فصل له علبه قطيفه. يعني حتى اللواء ثروت سويلم صديقي العزيز اعترف، قال لك المشا كان وحش، سواء حجمه كبير، يعني ماشي حجمه كبير، اعمل له يا عم علبه قطيفه قد انت. ما انت كاس الرابطه شوف ده مكلفه كام. يعني كاس الرابطه انت رحت عملته في انجلترا في لندن، ده علبه قطيفه عند عم حسني في وسط البلد في سوق غزه، ولا في اسمه ايه ده اللي جنب الازهر، او في الازهر، ولا في العتبه، ولا كل الناس دي ما بتعمل علبه قطيفه كده وعلبه يا عم. قول لي وانا والله اعمل له انا علبه قطيفه على حسابي، اقسم بالله انا والعيال الغلابه اللي معايا في الاستوديو دول نلم من كل واحد 50-60 جنيه، نلم لنا بتاع كام يا شباب؟ 500 مثلا باكو؟ بيقول واحد اهو بص، والله قلت ادفع 5 جنيه مش هيدفع يجري. نلم لنا باكو، والله العظيم نعمل علبه قطيفه شيك كده. الا يستدعي الدوري عند احسن واحد كمان، وتعمل له علبه قطيفه شيك كده وتحط وتشيك كده وترسم وتفتح قدام الكاميرات. بص الفرق والنبي، بص الفرق. شوف ده داخل ازاي، واحد شايله بايديه وسنده حطه على الارض طبعا اهو، ما هو مش قادر يشيله، وده داخل بالعربيه لغايه جوه، وجاي في كرتون في صندوق بعجل حتى الشنطه بتاعته عشان حتى اللي يشيله ما يبقاش تقيل عليه. بص يعني ادي المشهد ده ما كانش عاجبني الحقيقه في التنظيم بتاع نهائي او تسليم الاهلي لدرع الدوري مع الشتات
تاني الفارق ما بين الدوري المصري وكاس الرابطه. بنحترم كاس الرابطه طول عمرها، دي تاني سنه بيعملها الرابطه وكل حاجه، وانتوا يعني الرابطه على دماغنا يا عم، وبتعملوا بطوله على دماغنا ما فيش مشكله يعني، بس يعني الدوري هو الدوري، يعني اللي بيكسب الدوري هو بطل مصر، بيهتموا شويه بالدرع بتاع الدوري. نطلع فاصل نشوف بقى الفيلر بتاع الدوري الغلبان، يا عيني على الايام، يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام، وايه وعاملينه على صوت عبد المنعم مدبول الفنان العظيم القدير الراحل يا صبر طيب، وبعدين نشوف تقارير خاصة بيه ماتش النهاردة وبعض التقارير، ونرجع نتواصل مع حضراتكم. طبعا عندنا البطولة العربية اللي هيشارك فيها نادي الزمالك، البعثة سافرت على السعودية برئاسة كابتن جمال عبد الحميد. هقول لكم أسماء البعثة دلوقتي لأن في لعيبة غايبة كتير ومفيش صفقات جديدة، يعني مسافرة البعثة بنفس اللعيبة، يمكن بعض اللعيبة اللي رجعت من الإعارة بس انضمت، وبعضهم برضو لا، هقول لكم دلوقتي. حراسة المرمى محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم، خط الدفاع عمر جابر، حمزة المسلوسي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، احمد فتوح، الزناري، احمد زكي، احمد زكي راجع من اعاره، شيكابالا في نص الملعب مع احمد سيد زيزو، محمد اشرف رؤى، يوسف اوباما راجع من اعاره، سيد نيمار، احمد عبد الرحمن، عبد الرحيم ايشو، ابراهيم نضاي، نبيل عماد دونجا، حمدي علاء رجع من اعاره، عمرو السيسي، محمد حسام بيسو، في الهجوم سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، وعلي ياسر. يبقى احنا عندنا بس اتنين او تلات لعيبه اللي هو احمد زكي وفي يوسف اوباما وحمدي علاء، دول راجعين من اعاره. غايب محمود علاء، معرفش اصابه ولا ايه، يعني لسه الترتيبات ما تمتش فمش موجود مع البعثه. مصطفى شلبي طبعا مصاب، محمود الونش طبعا مصاب، نجم الدفاع الزمالك ومنتخب مصر ان شاء الله يشفى قريبا. كابتن محمد عبد الشافي طبعا خلاص قرر الاعتزال، عبد الله جمعه كمان خرج من قائمه الزمالك، احمد ايمن منصور لسه ما انضمش وفي كلام انه ممكن يكمل الموسم الجاي مع طلائع الجيش، احمد عيد لسه مشكلته مع انبي قائمه عشان كده ما قدرش الزمالك يضمه في هذه البطوله، وسامسون اكينيولا خلاص الزمالك قال له شكرا جزيلا، وطبعا بالحاج انتهت فتره اعارته لنادي الزمالك. ادي البعثه بتاعت الزمالك اللي سافرت، ما فيهاش اي صفقات جديده، وحتى الان لسه ما فيش جديد طرق في مساله فتح القيد بتاع نادي الزمالك اللي مرتبط بازمه شيكابالا مع سبورتنج لشبونه، ولازم طبعا دي صور السفر البعثه اهو، ده طبعا اوسوريو المدير الفني للزمالك، هم في المطار اللعيبه، ده سيف الدين الجزيري اللعيبه في المطار بيستعدوا كانوا للسفر، اتجهوا الى السعوديه، والمباريات هتبدا من يوم 28 مع اتحاد المنستيري التونسي، وان شاء الله الزمالك يعمل مباريات كويسه، لانه في البطوله العربيه طالما الزمالك بيشارك الجمهور بتاعه طبعا عايز ان هو يكسب البطوله. لكن اوسوريو الحقيقه لا اشتكى من عدم وجود صفقات ولا اي حاجه، هقول لكم بعض الاخبار دلوقتي في السكه دي. انما الزمالك ازمه شيكابالا مع سبورتنج لشبونه لازم تتحل عشان يفتح القيد، وكمان يحل ازمه اشيم بونج اللي طرقت حوالي 200 وشويه 250 الف يورو ولا 270 الف يورو في كلام كده يعني، ودي ازمه برضو غريبه كده طرقت فجاه، مع انه اتقال من سنه ولا سنتين انه الكابتن نادر السيد الوكيل بتاعه السابق تدخل وحلها وبتاع، اللي احنا فوجئنا بالحكم النهائي اللي صدر، وبرضو راح من الفيفا لاتحاد الكوره عشان خاطر يوقف القيد برضو لنادي الزمالك، فنادي الزمالك محتاج يسدد الفلوس دي سواء بتاعت سبورتنج لشبونه او بتاعت اشيم بونج عشان ان شاء الله يفتح القيد. وزي ما قلت لكم القيد مش لازم يبقى مرتبط بالبطوله العربيه، انت تقدر تجيب لعيبه وتخلص موضوع القيد عندك لغايه شهر 9 لما الدوري يبدا وبطولات افريقيا تبدا. وزي ما قلنا انه الزمالك كمان استثني هو والاهلي وبيراميدز في دوري الابطال والزمالك في الكونفدراليه من الادوار التمهيديه بتاعت البطولات الافريقيه، يعني مش هيلعبوا دور ال 64 بس فيوتشر اللي هيلعب دور ال 64 لانه مش من العشر الاوائل اللي او ال 12 الاوائل في الترتيب بتاع البطولات. فبعيد خالص الزمالك عن الادوار التمهيديه. عندي كلام كتير في الزمالك وموضوعات كتير، لكن خلوني الاول
اخد احد نجوم التدريب في مصر، ويعني الرجل اللي بيضع عليه جمهور كبير جدا الامال في الموسم الجديد، كابتن طارق العشري، نجم اسكندريه ونجم الاتحاد الاسبق ونجم التدريب، واللي تولى قياده الاتحاد ان شاء الله في الموسم الجديد بعد الاتفاق النهائي اللي تم مع السيد محمد بوصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. كابتن طارق، مساء الفل. حبيبي استاذ محمد، تحياتي، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب، ورحله جديده موفقه. رحله جديده، تحدي جديد. بس خد بالك، انت خدت على الانديه التانيه اللي ما فيهاش جمهور، انت رجعت بقى للناس واقفين لك على على انا عاوز الشطه والبطه والنطه، يعني مفيش هزار. الناس يمكن ما تعرفش، الناس ما يمكن ما تعرفش ان انا توليت 3 انديه جماهيريه او 4. اهلي طرابلس، وده تمام، طبعا جماهيريه كبيره جدا في جدا ليبيا طبعا، جدا في ضخمه ليبيا، طبعا طبعا، وخدت معاهم دوري الحمد لله. هايل. واهلي بنغازي، وده برضو جماهيريه كبيره جدا وده بدأ جدا المنافس جدا. بتاع اهلي طرابلس. والاثنين منافسين طبعا بعض، انت جماعه الاهليين في ليبيا. بالظبط كده. واهلي تمام. بنغازي، وما تنساش الاهلي بنغازي لما انا تقابلنا مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا واحنا انتصرنا، كان الاهلي بنغازي وكان انتصر. معاك احمد عيد عبد الملك اعتقد. ايوه ايوه فاكر، هيبقى معايا بعد ذهابا، شويه احمد عيد. ايوه ذهابا وايابا. تمام ونادي الهلال السوداني، تمام وكان اخيرا طبعا النادي المصري. تمام فعشان بس الناس ما تربطش ان الطارق العاشر بتاع انديه شركات لا انا ومؤسسات. اقصد ان الضغوط، ضغوط الانديه الجماهيريه برضو مش سهله. والله بص انا مقتنع بس انت بقول راجل نجم، كنت كبير في الاتحاد بص وتوليت قبل كده، فانت فالضغوط دي انت اوريدي، بص يا استاذ يعني في بص يا ناس استاذ بتحب محمد ده، يعني ناس بتحب الجمهور ولعب مع الجمهور والكلام ده. بص يا استاذ محمد انا عاوز اقول لك حاجه. يعني مفيش شك كره القدم احد لذتها الضغوط اللي انت بتقع فيها، طبعا. مفيش شك طبعا. يعني ديت بتديك خبرات كبيره جدا جدا جدا، طبعا. والحمد لله رب العالمين. يعني انا سعيد جدا جدا ان اخيرا محطه مهمه جدا في حياتي ورجعت بيتك يعني. كنت بتمناها، ولكن كان يفترق بس فيها التوقيت الجيد. النهارده في توقيت جيد، اتموسفير جيد، في مجلس اداره محترم طبعا الاستاذ محمود مصلحي، ومستقر الحقيقة. وطموح جدا جدا طبعا مجلس ادارته الموقر، طموح جدا جدا. وبصراحه يعني لمست في القعده ان هم يعني صراحه عاوزين يعملوا كل حاجه لنادي الاتحاد على اساس نادي الاتحاد يكون في المكانه الطبيعيه بتاعته. كان ليك تجارب سابقة يا كابتن في الاتحاد؟ أنا مش متذكر. لا لا، دي اول مره. انا من ساعه ما اعتزلت 99 ياه ما دخلتش نادي الاتحاد. ياه، يعني يعني أنت شوف احتجت 24 سنة. اول مره النهارده اخش النادي الجديد اللي هو ملحق، اللي هو في نادي سموحه، اللي في منطقه سموحه. منطقة سموحة. فاول مره النهارده اخش عشان اتفقد الملاعب واتفقد غرف يا حتى الملابس. ما كنتش بتزور النادي؟ يعني صدقني يعني انا ما كنت، لان طبعا اولا لظروف عملي، انا طبعا معظم مضغوط عملي طول الوقت طبعا. معظم عملي كان خارج مصر يا اما في القاهره. تمام. السنه الوحيده اللي عملت فيها في اسكندريه هي السنه دي، مره في سموحه ومره في فاركو، تمام. وبعدين التالت بتاعهم طب الاتحاد. اوعى تكون بعت شقتك في اسكندريه ولا حاجه ده. لا ابدا. خلي بالك انا اسكندراني، خلي طبعا بالك، طبعا. وانت عارف الاسكندرانيه ما بيحبوش يطلعوا من طبعا، يعني انت روحك كلها عند البحر بالظبط كده. طبعا. فطبعا انا سعيد جدا جدا ان شاء الله بالتجربه. التجربه كلها تحدي مفيش شك طبعا، لان جمهور نادي الاتحاد يعني صراحه انا عارف قيمته طبعا من ايام ما كنت لاعب، وحاسس بيه بشكل كبير جدا جدا. احنا من زمان من زمان عارف نادي الاتحاد طبعا، يعني نادي صنف ان هو نادي بطولات طبعا، من زمان. نادي عظيم ونادي النادي كبير. محتاج فعلا ان هو يتلمس روح المنافسه، يعني روح المنافسه بشكل كبير جدا. وانا شايف ان مجلس اداره صراحه بيتحضر بالكلام ده بشكل كبير جدا جدا، وده الطموح اللي انا بحب اشتغل فيه انا كطارق العاشري. هل في تارجت وده اتفقتوا وده عليه؟ وده 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 اللي انا بحب ان انا احضره، ويمكن ده اللي كان اخر الفتره اللي فاتت ان انا اتولى مسؤوليه نادي الاتحاد السكندري. بقول لك كان يفرق التوقيت، يمكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر كل ده ما فيش شك طبعا طبعا. طبعا. هل في تارجت فالنهارده انا اتفقتوا عليه؟ في مستهدف؟ ما فيش شك طبعا، كل همي ان انا اعمل فريق يليق باسم نادي الاتحاد، سيد البلد يعني. ويعود بهوية نادي الاتحاد. تمام. نادي الاتحاد كان يعني بيمد مصر كلها والمنتخبات بنجوم عظام، وانت طبعا عارفهم محدث ولا حرج. يعني انا طبعا مش طبعا يعني انا اجيال، لو اتكلمت طبعا مش هديهم حقهم بشكل طبعا كبير جدا اجيال جدا. عظيمة. وطبعا
انا اتمنى، انا اتمنى ان في وجودي ان يحصل اضافه فعلا فنيه بشكل كبير جدا، والناس ان شاء تتلمس الله. ان يبقى في طموح لنادي الاتحاد يتحقق. ده خلي بالك دي مكانته الطبيعيه طبعا كاحد الانديه الكبيره اللي بتشار اليها بالانديه المؤثره في كره القدم المصريه طبعا، طبعا. طب وطبعا الجمهور بينتسم لمدينه كبيره جدا جدا، طبعا. والكل خلي بالك في نادي، في نادي الاتحاد. انا كمان نفسي كمان ان جمهور نادي الاتحاد يرجع تاني يبقى يمتلئ لمدرجات اسكندريه. يعني انا زمان بفتكر ان حتى في مباراه الاهلي والزمالك اللي هي الكبيره كان جمهور نادي الاتحاد بياخد معظم استاد اسكندريه. شوف قد مظبوط ايه. مظبوط. فانا اتمنى دي ترجع مره اخرى ان شاء الله. ان مفيش شاء شك، الله. هنحضر لده بشكل كايب جدا جدا على صعيد طبعا الامدادات الفنيه من اللاعبين. كنت لسه هسألك، الجمهور بيسأل هل في لعيبه هتمشي من النجوم؟ هل والله بص، انا يعني انا في جلسه بكره ان شاء الله مع الاستاذ محمد مصلحي، وان شاء الله انا يعني دلوقتي الناس صراحه مدوني بكل التقارير الفنيه السابقه، الكابتن ايهاب جابر المسؤول عن طبعا مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين، على اساس ان انا اقف على كل كبيره وصغيره. النهارده قلت لك انا عملت زياره كده للنادي عشان برضو اقف لعمليه التحضير واشوف كل حاجه بعيني، لان انا بحب بهتم بالتفاصيل الصغيره دي طبعا، لان مهمه جدا جدا قبل طب التحضير. في لعيبه تقال انها ممكن تمشي او تتباع زي ما بولولو مثلا، زي ميسي؟ لا لا لا، مبلولو لا، مبلولو لا، احنا عاوزين كمان جنب مبلولو. عايزين بقول لك مبلولتين احنا كمان. احنا بنحضر، احنا زي ما بقول لك كده، احنا بنحضر لفريق يليق باسم نادي يبقى الاتحاد. اذا نجوم عشان الاتحاد تحضر، عشان تحضر للكلام ده لازم تحافظ على القوام الرئيسي الجيد، وكمان تدعمه بلاعبين جيدين يضيفوا للمكان يقدر ياخد الفرقه وتعلى. يعني واخد يعني بالك؟ الاتحاد محتفظ بنجومه الموسم الجاي بل هيضيف. اكيد طبعا، اكيد طبعا، في الشك طبعا النجوم المؤثرين ما فيش شك طبعا هنحتفظ بيهم بشكل كبير جدا، وكمان هندعمهم بكمان لاعبين، لان انا كمان كطار العشري ليا اختيارات معينه في شخصيه اللي ينتمي النادي الاتحاد. نادي الاتحاد ليه شخصيه معينه في اللي يجي يلعب له واللي يحقق له، تمام، ان هو يجي يحب نادي الاتحاد عشان نادي الاتحاد كمان جمهوره يحبه. جميل، خلي بالك جمهور نادي الاتحاد جمهور عاطفي جدا جدا طبعًا جدا طبعا طبعا، ولما بيحب واحد بيرفعه السما. يعني طبعًا مش عاوز اقول لك، يعني النهارده شوف حتى مبلولو، يعني لان الجماهير بتتحدث عنه ازاي بشكل كبير جدا. مظبوط. النهارده هداف جداً الدوري مبلولو، يعني ايوه، مع الاتحاد. فان يعني شاء الله نقدم شيء الناس تحس بيها كجمهور، وانا ده اللي انا حابه بشكل كبير جدا جدا جدا. هل هيستمر المعارين عمار حمدي ومحمد محمود واللي هم كانوا نجوم في الاهلي؟ كل ده يعني تحت الدراسه. انا كطارق العشري، وده كلامي مع الاستاذ محمد، احنا عاوزين نحد من عمليه الاعارات. انت عايز اللعيب يبقى بتاعك. بالظبط كده، انا عاوز اعمل استقرار فني لاعبين يمتد عشان يقعد خمس بعقود مواسم ممتدة. الفرقه تبقى كامله. ايوه بالظبط، انت كل سنه عن سنه مش هتقدر تغير لاعبين. انت مفترض بتبني طوبه على طوبه، يعني كل سنه بتبني طوبه على اساس انك بعد فتره معينه في بلان مصغر تبقى عملت جيل يقدر يكمل سنين، يستمر ويقدر يحقق مزبوط. كمان حاجه، لان انت مزبوط. مش هتحقق حاجه في وقتها، لا، انت بص النظره مستقبليه في بلان قصير لمده 3 سنين، بلان بعيد شويه لمده 5 سنين، ان النادي الاتحاد يوصل لمرحله معينه في المنافسه على المراكز الاولى، للمنافسه على بطوله كاس مصر، ان شاء الله ان شاء الله، على بطوله كاس الرابطه. فده الاستقرار الفني ده مطلوب في الوقت الحالي. لو انت حققت بطولات قبل كده مع حرس الحدود ومع اكتر من نادي، فيعني يعني ومع اهلي طرابلس وطلع الجيش، فيعني يعني البطولات مش بعيده عنك، يعني ان شاء الله تعمل ده مع الاتحاد السكندري، هذا النادي الجماهيري العظيم. طب لكن حضرتك مضيت يا كابتن طارق خلاص، يعني ان شاء الله طبعا لمده طبعا كام موسم بقى ان شاء احنا الله؟ احنا لسه طبعا ما مضيناش العقود، لكن انا طبعا انا بالكلمه طبعا الاتفاق يعني شبه منتهي، يعني بالظبط الاتفاق شبه منتهي. هل موسم واحد ولا موسمين ولا والله بص ما تطرقناش، بمجرد محمد عرض عليا الكلام كله هنعمل ايه. تمام. مش ما تطرقش لاي شيء، دخلت على طول في الصميم. تمام. واخد بالك؟ دخلت على طول ان انا هنحضر ايه وهنعمل ايه، لان ما فيش شك طبعا الوقت ضيق، خلي بالك. طبعا الوقت ضيق، وانت زي ما انت شايف كده كل الفرق دلوقتي بتحاول ان هي تعد نفسها، وفي سباق كبير جدا جدا بين الفرق، فاحنا لازم نستعد بالشكل اللي يليق باسم وتاريخ وجماهيريه نادي الاتحاد.
كابتن طارق، انا متاكد من نجاح التجربه بتاعتك الجديده ان شاء الله، لان انت مدرب كبير، الاتحاد ربنا يبارك السكندري فيك. نادي كبير، جمهوره جمهور عظيم، ادارته الحاج محمد مصلحي والمجموعه اللي معاه ناس بتشتغل هاب كفاءه كبيره جدا. ومن ضمن الحاجات المميزه رغم الظروف الاقتصاديه اللي صعبه في الانديه الجماهيريه، ما سمعناش عن ازمات في نادي الاتحاد السكندري في المواسم الاخيره الحقيقه، يعني فده شيء يحسب للاداره اللي موجوده. ما فيش شك طبعا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبالتوفيق يا كابتن طارق ان شاء الله فيما هو قادم باذن الله. طيب قبل ما اطلع الفاصل عشان استقبل بقى نجومي كابتن احمد عيد وكابتن سيد معوض، هقول لكم على حاجتين ثلاثه كده. مبدئيا بما ان انا كنت بتكلم عن نادي الزمالك، طبعا ناس كتير، وعلى فكره اي حد فاهم ان الناس مبسوطة من اللي بيحصل في الزمالك يبقى مش فاهم، يبقى غلطان. يعني حتى الناس اللي بتنافس الزمالك، اللي هم انا بتكلم على الناس الطبيعيين يعني اللي بيحبوا الكرة بجد وبيشجعوا الكرة بجد يعني. واجمل حاجة انك تكسب الاندية وهي فايقة، نادي الزمالك نادي كبير، ونادي الزمالك نادي عظيم، ونادي الزمالك نادي له تاريخ عظيم وليه جماهيرية عظيمة وما فيهوش هزار. يعني نادي الزمالك طول الوقت بنتكلم ان ما فيهوش هزار، ولازم يعود للاستقرار من جديد. ومش معقول نادي الزمالك يقعد طول العمر باني كل حاجه على المؤامرات والخناقات والمشاكل والحواديت. الناس حتى سئمت ده، يعني اذا كان ممكن يتسمع من 3 سنين فيرجع تاني يتسمع من سنتين. صعب جدا الناس دلوقتي تقبل اللي بيحصل بالمبررات دي، لانه الناس عايزه تشعر باستقرار نادي الزمالك. وانا عندي تصريح الحال السيد الوزير وزير النقل كامل وزير، وبتسال زميلنا عمرو اديب في برنامجه على MBC مصر. وطبعا السيد كامل الوزير راجل زملكاوي، فبيتكلم كمشجع زملكاوي. هو الراجل ساله على النقل وساله على القطار الكهربائي وساله على حاجات كتيره جدا خاصه بالجانب بتاع النقل والطفره الرهيبه اللي حصلت الحقيقه، سواء في الطرق والكباري والمشاريع الضخمه والمونوريل والقطار الكهربائي وكل الكلام العظيم اللي احنا بنشوفه دلوقتي وهتشوفه في قطاع القطارات بالذات، مشروعات ضخمه جدا الفتره الجايه. فهو ساله بقى كزملكاوي، بيسال زملكاوي، انا عمرو اديب كمان زملكاوي يعني كح، يعني مش زملكاوي عادي يعني. فبيسال برضه السيد كامل وزير عن نادي الزمالك، فالحقيقه رد عليه الرد اللي نقله موقع القاهره 24. فالسيد كامل وزير بيقول له، عمرو بيساله عن نادي الزمالك، فقال له ان شاء الله القادم افضل لنادي الزمالك. فعمرو اديب ساله قال له ازاي يعني، فالسيد كامل وزير وزير النقل رد قال الحال ده مش هيستمر كده، رئيس الزمالك مش هيفضل قاعد طول العمر، هيتغير. هذا التصريح لف كتير جدا، يمكن قاله النهاردة من شوية، لف كتير جدا. مش عشان الناس عايزاه يتغير او متغيرش، الناس عايزة النادي يستقر. مين ادارته مش فارق، مين يتولى المسؤوليات مش فارق، الناس عايزة النادي يستقر. النادي طول الوقت في معارك، طول الوقت في ازمات، طول الوقت في مشكلات. الناس عايزه النادي يقعد يركز فقط في اموره الفنيه على مستوى كل الرياضات، على مستوى اللعيبه، على مستوى الاجهزه الفنيه، وعلى مستوى كل القطاعات بتاعته. الناس عايزه تشعر ان هناك استقرار قادم لنادي الزمالك، سواء بهذه الاداره او باي اداره اخرى. المهم ان النادي يستقر ويعود نادي الزمالك يسترد هيبته في الملاعب، ويسترد قوته، ويسترد عافيته. وانا مؤمن ان الزمالك فيه لعيبه كتير كويس. محتاج لعيبه، دلوقتي في بعض المشاكل ولعيبه بتمشي وتلف وتروح الاهلي من هنا، او تروح بيراميدز، او تروح هنا، او يعني انت الناس بص لامام عاشور، طب ما هو سيف جعفر راح بيراميدز، طب ما هو يوسف اسامه نبيه راح بيراميدز، ما في لعيبه مشيت. ما قبلها طارق حامد مشي ما جددش، وقبلها ابو جبل مشي ما جددش، وقبلها بن شرقي مشي ما جددش. يعني لعيبه كتير في الاوقات الاخيره الحقيقه راحت هنا او هنا او هنا. فان شاء الله يعود الاستقرار لنادي الزمالك. هروح للاهلي وهقول لكم حاجة. أنا متصور وفق الأحداث اللي قدامي كده إن موضوع الشناوي مع النصر السعودي مش هيكمل. يعني وأنا بقول بنسبة قد تصل ل 95% اللي أنا شايفه كده من أحداث جوه النادي، ومن أحداث بالنسبة للشناوي، ومن إدارة الكرة في الأهلي، ومن لجنة التخطيط، ومن كمان نادي النصر حتى السعودي، الموضوع ده مش هيكمل وهيستمر الشناوي، رغم ان في ناس عماله تدعم وتدفع ان الشناوي يمشي. ما اعرفش ليه، تسالنيش تقول لي ليه. انا بقول لك الاهلي
في احتياج مليار في المية للشناوي، واللي يقول كده ما يعني بيتكلمش للصالح. يعني احنا بنتكلم عن الاهلي او الزمالك بنتكلم عن الصالح الفني، لكن في الاخر هناك ادارات بتديرهم، لكن في ناس بتدعم وتحاول تغير وجهة نظر الاداره. طب يعني ما يمشي، ما اللي موجودين هيسدوا، وتاخد لك 5 مليون دولار 4 مليون دولار 6 مليون دولار، وناس شطحت ل 8 مليون دولار وكل الكلام ده. لكن في الناحيه الثانيه احنا بنسال في النصر، الشناوي مطروح يعني، بس الشناوي مطروح وسط 5 6 10 حراس مرمى تقال جدا على مستوى ده، وكانوا بيفاوضوا اونانا اللي راح من انتر ميلان راح مانشستر يونايتد الاخير ده، وبيتكلموا على ديخيا، وبيفاوضوا حتى دلوقتي الراجل بتاع كرواتيا ده، انا كنت كاتب اسمه ليفاكوفيتش ده بتاع دينامو زغرب اللي كان جول كرواتيا في كاس العالم، خد بالك، وكسبان معاه مركز تالت، يعني بيفاوضوه. وكمان عندهم الحكم سوري الجول بتاع كولومبيا اوسبينا كان مصاب، ده جول منتخب كولومبيا، يعني هتلاقوا سوري عارفه يعني بلدياته، يعني اوسينا اوسبينا ده ما مشيش يعني، حتى لما اتصاب بيعالجوه ومصرين عليه، ممكن هو اللي يتولى القيادة حراسة المرمى في النصر. يعني حتى الشناوي عندهم مش التارجت الاول هو لازم نجيب الشناوي، ومهما يحصل ومهما الاهلي طلبه ومهما الاهلي احتاجه ومهما الاهلي عمله، لا مش كده. احنا بقينا في ناس بتنفخ ان يمشي الشناوي، والمهم ان الشناوي يمشي، معرفش ليه. فانا بقول لكم وخدوا مني الكلام، ودي يعني خبر سعيد للأهلاوية، الشناوي بنسبة 95% مكمل في الأهلي، ما فيهاش هزار. والإجراءات اللي بتتم من كولر وإصراره على إنه الشناوي هو اللي يتولى حراسة مرمى الأهلي، ده مسج للإدارة ولكل الناس إن أنا مصر على الشناوي. إذا مشي أنا بقول لأ، بس إذا مشي مش أنا اللي ماشيه، ومصر على الشناوي. عشان كده أنا بقول للناس وفق الأخبار اللي عندي وقراءتي للوضع، الشناوي لن يرحل عن النادي الاهلي. مارسيل كولر قرر ان فتره الاعداد بعد الماتش بتاع الداخليه اذا كسب اللاعب المصري في الكاس هيعمل فتره الاعداد بتاعته في سويسرا استعدادا للموسم الجديد، على امل تاجيل كاس السوبر اللي هي اول سبتمبر مع بطل الجزائر بعض الوقت، ويبقى يعني في نص سبتمبر تبقى المباراه اتاجلت اسبوعين، هو بيتمنى كده. الاهلي كمان بيرفض المزايده على رضا سليم، وده لعيب قوي جدا ولعيب هيبقى مؤثر في النادي الاهلي، وقندوسه هيعار في حاله ان الاهلي نجح في انه يضم رضا سليم. في شركات بتخش اول ما تلاقي الاهلي او الزمالك مهتمين بحد، تلاقي شركات التسويق على طول دخلت ويبعت على طول النادي بتاعنا، مصدق يجيب لك عرض في مصر، مصدق يجيب لك عرض معرفش في مين، باخد 20% واخد 15%، وفلوس بتيجي من الهوا يعني. مع ان هو امير توفيق بيتصل بالراجل بتاع الجيش الملك، اتفقوا والولد خلاص الموضوع بيخلص ممكن في 5 دقايق، او في الزمالك او في بيراميدز او في اي نادي يعني مع اي لعيب. بس في شركات بتخش تعمل بيزنس ومصالح ومع ناس من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. فالاهلي رفض المزايده، الاهلي وعرض 1,800,000 دولار، زود 100,000 دولار لغايه 1,900,000 دولار، ثم اغلق المزايده. قال لك ورضا سليم موافق عايز يروح الاهلي وتم الاتفاق على كل شيء معاه انه يروح الاهلي، واخر عرضه 1,900,000 دولار. هتحصل مزايده، الاهلي قال لك انا مش هكمل، مش هزايد، ده السعر الطبيعي والمنطقي. لو جبت ترانسفير ماركت، حد يخش على ترانسفير ماركت يا جماعه شوف لي قيمه رضا سليم كام التسويقيه وفق الموقع اللي بيقيم لعيبه العالم كلها، من اول امبابي وصلاح وبنزيما وكريستيانو وميسي لغايه اي لعيب في ترانسفير ماركت، هتلاقوا رضا سليم اكيد اقل حتى من هذا المبلغ. موقف هايل عامله النادي الاهلي، بلغوا كابتن 2.2 بيقولوا لي 1,000,000 يورو القيمه بتاعت، يعني في الرينج ده برضو من 1,900,000 اللي عرضه من الاهلي او 2,000,000 يورو، فالرقم تقريبا في نفس الرينج. كابتن سيد عبد الحفيظ تعليمات موجهه لاداره الكوره، فورا سلموا ايمن اشرف كل مستحقاته والمكافاه بتاعت الدوري وكل حاجه، يبقى خارج من النادي الاهلي، مش بس بالتكريم الرائع اللي حصل والدرع اللي اخده كل الكلام ده، كمان واخد كل مستحقاته. وده مسج من النادي الاهلي بيبعته لكل لعيبته المخلصين. عشان كده انا مش مستغرب لما الاقي قفشه وصل لاتفاق لتمديد عقده، قفشه يخلص عقده السنه الجايه، وان محمد هاني وصل لاتفاق لتمديد عقده، وان محمد شريف وصل لاتفاق لتمديد عقده، كل اللعيبه اللي عقودها تنتهي السنه الجايه، حتى بيرسي تاو في كلام انه تم الاتفاق على تمديد عقده سنتين وهيمضي خلال الايام اللي جايه. اللعيبه اللي هتنتهي عقودها السنه الجايه متوقع ان هي يتم، لان دي المسج اللي الاهلي بيبعتها الحقيقه لنجومه
بانه يدي مستحقات بتاعت ايمن اشرف في مع رحيله الى البنك الاهلي ونهايه علاقته بالنادي الاهلي. في اوسوريو قال لك انا عايز لعيب اشول سيرد باك، والزمالك بيقاوم وبيقاوح عايز يجيب لعيب يحقق طموحات اوسوريو، قال احمد ايمن منصور والكلام ده، يعني لسه الديل ما خلصش مع طلائع الجيش، وهو اللعيب ربما يكمل الموسم الجاي مع طلائع الجيش. انما في كلام على ايوب عبد اللاوي، ده مدافع مولوديه الجزائر، عشان ينضم بيلعب برجليه الشمال، واخوان كارلوس اوسوريو على فكره يعني شايفه لعيب كويس، وان كان النادي حتى الان شويه بيبالغ في طلباته وبيقول لك انا مش هسيب اللعيب بتاعي، يعني متمسك بيه شويه مولوديه الجزائر، لكن ممكن هو على رادار نادي الزمالك دلوقتي. طيب نادي الزمالك فوجئ بعروض بتنهال على زيزو، وصلت ل 5 مليون يورو. بدانا نسمع ايفرتون، يعني في كلام بيتقال ان والده تلقى اتصال من ناس في ايفرتون، مفيش عرض رسمي جه، في جال عروض من تركيا بيقول لك ب 5 مليون يورو، وان ايفرتون مهتم بزيزو، وان والده تلقى اتصالات من ناس في ايفرتون. اهو هناك مسؤول كبير في نادي ايفرتون الانجليزي تواصل مع والد زيزو بالفعل، استفسر عن اللاعب، لكن لا يوجد حتى الان عرض رسمي لنادي الزمالك. لكن نادي الزمالك بيقول لك زيزو لا، وانا معاهم السنه دي لا، السنه الجايه ممكن، وارد، عشان اللعيب نفسه بيبقى عنده طموح الرحيل كمان، غير النادي محتاج فلوس زي ما قلت على الشناوي في الاهلي. لا فنيا لا، زيزو فنيا في الزمالك لا، لا يرحل مهما كان ثمنه، لان هو ركن وعمود اساسي في الزمالك في الظروف اللي هو فيها، فما بالك يعني هو الزمالك فايق زيزو ركن اساسي، فما بالك بقى بالظروف اللي الزمالك فيها، يبقى زيزو دوره ممكن يبقى عامل ازاي خلال الفتره الجايه. كمان سيرجي اكا لاعب الاسماعيلي على رادار الزمالك، كان احمد حسام ميدو عرضه على الفريق وتم الاتفاق شبه اتفاق معاه. سيرجي اكا لاعب النادي الاسماعيلي، بيلعب على فكره مركز 6 في نص الملعب، ولاعب كويس، يعني لعيب ممكن يجيد مع نادي الزمالك او مع اوسوريو، ويعني واعتقد انه مش مشكله في، يعني هتبقى صفقه ما فيهاش صعوبه. يعني محمد عواد سافر على امل انه يشارك اساسي في البطوله العربيه، طلب كده، كان اوسوريو متضايق منه، في كلام اتقال ان اوسوريو طلب منه بين شوطين بين شوطي مباراه القمه بين الشوطين انه يلعب ماتش الاهلي، الزمالك كان خسران 3، ففي كلام اتسرب ان عواد طلب منه يلعب لكنه رفض بحجه ان انت لو خرجته صبحي هتدمروه معنويا، ده احساس هايل من عواد، فعلا لو خرج صبحي هيبقى عنده فعلا معنويا ونفسيا هتبقى ازمه كبيره جدا جدا يعني. بس رده اغضب اوسوريو، لان المفترض اللاعب يبقى جاهز وملوش دعوه، هو يبقى جاهز يطلب منه يلعب، لان اللي متحكم او المسؤول او اللي بيتحمل كل شيء او اي نتائج هو المدير الفني مش اللعيب، ده غضب منه جدا واعتبر ده رفض للمشاركه. لكن عواد كان باصص لزميله انه ممكن يتاثر نفسيا، طلب يلعب فاركو بعد الزمالك، فاسوري رد عليه نفس الرد بتاعه بقى، قال لو قعدت صبح في ماتش فاركو هدمره نفسيا، طبعا بيلعبوا بالالفاظ، لكن ربما عواد يظهر في ملاعب البطوله العربيه. خلوني اطلع فاصل سريع. وخلينا اخد تقرير عن ميركاتو للمدربين، بعدها فاصل ثم نلتقي مع نجومنا كابتن احمد عيد عبد الملك وكابتن سيد معوض. اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يرافقني في هذه الفقره نجومنا كابتن احمد عيد عبد الملك، والحمد لله على السلامه. مساء الفل استاذ محمد، الله يسلمك. عجزت ولا ايه؟ نعمل ايه بقى؟ يا عيني الشعر بيض والدقن بيض كله الف سلامه عليك. الله يسلمك. ده كان حاجه في ظهرك. مشكله، عندي مشكله في فقرات الظهر. دي من اللعب بقى، من ايام هو يعني من ليها تاثير طبعا، و تبقى لها برضه حته الوزن لها تاثير، وحته وزن حته احنا ابطال يا جماعه فقرات بقى مشكله في ضغط على الاعصاب شويه وكده، فبتعمل مشكله في فيها حسد الخلفيه، عادي جوارديولا فيها حسد، ومع بنع بيت صعدته ورحت المستقبل صعدته النجوم، وبعد كده حسدوني انا وكولر
هو الكرة رقم عمال يخسر اهو من ساعة ما بحك كشف. اه شفت جه الراجل ده زار حد في نادي الزمالك بيقول لك انا هخلص على بحة. كان في فيديو حد والله الناس. كابتن سيد منور ربنا يخليك وحلو التان ده. غصب عني مش بمزاجي ولا بس حلو الساحل يعني دايما. البحر في الحر ده ممتع ده بس اما بتبقى هناك حر برضو الجو حر في انت كل حته شرير ولا في الطيب؟ ولا شويه طيب وشويه شرير؟ شويه طيب وشويه شرير على حسب صحابك فين. انت بتروح على شرير ضيف يعني؟ اه ضيف ماشي يعني الحمد لله بتعدي كضيف بتعدي يعني يعني حتى لو في الشرير بس انا طيب يعني انت فاهم. طيب النهارده انت مبسوط بقى عشان الاهلي خسر؟ ها لا ايه اللي هيبسطني انا ده انا شايف الدوري خلصان والدنيا منتهيه وبتاع هو يعني هي مشكله للاهلي اللي هو ما ضربش الرقم ارقام قياسيه بس مشكله عند الاهلي مش عند حد تاني. هو طبيعي يعني ان فرقه تبقى كسبانه كل حاجه ومجهده وتعبان يعني انت يعني كنت متوقع احسن من كده ولا توقعت ان الكيرف هينزل مع الضغوط اللي بتحصل دي؟ لا هو مش موضوع طبيعي انت يعني هو الاهلي يعني لعب ببدايه بتشكيل وبدا يحاول يحسن فالامور ما خدمتوش في نفس الوقت بيراميدز برده كان عنده غيابات في نص الملعب لعيبه مش موجوده عبد الله سعيد مش موجود توري مش موجود وليد الكارتي مش موجود كارتي مش اهم لعيب في انا شايفه اهم لعيب في الدوري المصري السنه دي وليد الكارتي الصراحه مش موجود برده بتتكلم في اهم لعيب في الدوري المصري انا شايف اللي هو اهم لعيب في بيراميدز خد كل لا ما خدش كل حاجه بالنسبه للعيب محترف انت لو قارنته بالمحترفين هو من اهم اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري من اهمهم بس انا شايفه هو نجم الدوري السنه دي يعني كمحترف يعني. كمحترف وبيلعب في المكان دوت يعني هو احسن لعيب بتتكلم كصفقه ايجابيه طبعا صفقه ايجابيه لعيب كبير جدا يعني انا مصنفه من اللعيبه اللي هم في الموسم دوت يستحق اللي هو يخش في جائزه احسن لاعب في الدوري بس بالتاكيد هتروح للناس اللي خدت بطولات يعني هي دي بتفرق ده الطبيعي بتفرق في الاخر يعني بس فهو الماتش ماتش الاهلي كان محتاجه وكولر كان محتاجه اكتر وهو اكد على ديت قبل كده اللي هو محتاج اللي هو يضرب ارقام قياسيه بس ما يعني ما قدرش يحقق او يعدي ال 88 بونت اللي هو الزمالك عملهم لا الاهلي عمل 89 مش عارف انت مع كابتن سيد مع كابتن حسام اهو انت معاك عضو جهاز فني مش 89 ولا 87 لا هو احنا عملنا رقم وفي رقم كمان اتعمل بعدها في 19 20 كان 89 متهيألي كان يعني انا الشباب يشوفوا لنا الارقام دي لان يشوفوا الارقام مش مركز انما الزمالك كان عمل 88 كان سنه 14 15 14 15 دي اللي انا فاكرها بس مش فاكر مع فيريرا انا كنت موجود في الزمالك 89 الاهلي كان مع فايلر وجي كمل موسيماني 19 20 19 مع فايلر وجي موسيماني كمل 3 4 ماتشات هو كان عايز يضرب رقم القياسي بتاع الاهلي وحتى موسيماني جه وفايلر كسبان الدوري يعني موسيماني لما جه كمل ماتشين ثلاثه هو فايلر كان مخلص كان خد الدوري كان فارق بكتير نفس السنه دي نفس الفكره بتاعت السنه تمام كابتن سيد الماتش النهارده ليك انطباع عليه ولا ده يعني شايفه انه نتيجه طبيعيه في نهايه موسم يعني؟ يعني اولا يعني كولر واللعيبه انجازات كبيره جدا طول الموسم دي نقطه ما نقدرش نغفلها تماما وحققوا كل حاجه وطبيعي جدا ان انت توصل لمرحله التشبع اللي انت فيها حاليا بس انا كنت معاك الحلقه اللي فاتت ويعني قلت لك حاجه حتى انت ضحكت وقتها قلت لك يعني هو الطبيعي ان انت خلاص كل ماتشاتك الجايه رايح لعيبتك حتى لو هتضحي بكاس مصر ضحي بيه مقابل ان انت تستفيد باللعيبه السنه الجايه. خليك وجهه نظر حتى الكاس ده لو خسرته مفيش مشكله العب بالصف الثاني مفيش مشكله. العب باي حاجه صعدت تمام ما صعدتش وخرجت الامور الطبيعيه ان انت بتريح عشان في اهداف اكبر من كده عشان في موسم جاي موسم صعب جدا. النهارده كولر حتى في المؤتمر بيتكلم عن الراحه والماتشات. انا برضو مش عايز اوصل لمرحله ان يبقى انت السبب انت اللي خدت قرار ان انت تكمل باللعيبه ممكن عشان رقم قياسي عشان دوري لا هزيمه كل ده شيء كويس بس مع ان دي من الحاجات اللي هو شاطر جدا فيها يعني على مدار الموسم هو اللي عارف يريح ويعمل تدوير ويعمل حاجات ودي اللي نجحته خلال الموسم وجابت له كل البطولات اللي خدها فانا اظن بس تعمل بطولات حلو برضو لا حلو يعني تقول له بس انا اقول لك في الكاس دي لازم كل مرحله يبقى ليك تفكير لبعد كده للاهم يعني خليك في المهم يعني طبعا الدوري لا هزيمه ورقم قياسي حاجات
تكمليه، بس انا في الاول والاخر انت اخترت الحاجه دي ما حققتهاش دلوقتي، وحتى الراحه بتاع اللعيبه قلت دلوقتي، بس انا شايف ان انت لسه في نص الموضوع، يعني عندك الامكانيه دلوقتي حتى تاخد قرار راحه اللعيبه، خده من دلوقتي، خد ال 10 ايام ال 15 لسه بدري، يعني احنا 23 ال 10 ايام 15 يوم دول يفرقوا جدا، انما تاخد القرار مثلا بعد ماتش الداخليه او ماتش الكاس الثاني اللي هو يوم 3 30/7 وكاس 3/8 3/8 والموسم نص 9 انت بتتكلم النهارده كام؟ 23 دخلنا في 24 انت بتتكلم مثلا في 10 ايام 11 يوم عشان الشهر ده 31 لغايه 3/8 بتتكلم في 12 يوم كمان 12 يوم انت لو خدت من دلوقتي لحد مثلا 5/8 6/8 15 يوم دول اجازه وبدات فتره اعداد. طب ما خد بالك برضو واشترك معانا كابتن احمد عيد، ما هو ماتش الاهلي في السوبر الافريقي اول 9 فيبقى كلام كابتن سيد منطقي، لكن لو اتاجل الماتش بتاع السوبر الافريقي زي ما بيتقال لنص 9 او اول 10 هيبقى عنده برضه نفس التايم، انه من 3/8 لغايه الدوري ما يبدا بقى الجديد في النص الثاني من 9. طيب انت لسه لحد دلوقتي ما عرفتش يعني. ماشي ما عرفتش الميعاد، مش مؤكد، بس انا بتكلم قصدك انه مش مؤكد. بتكلم ايه خسايرك، ايه خسايرك لو ريحت اللعيبه كلها؟ اولا بطوله كاس مصر يعني وممكن ما تخسرش اصلا، انا بقول لك اسوأ الفروض ان انت تخرج، انما الطبيعي ان انت مش هتخرج، حتى لو بتلعب بالبدلة، حتى لو بتلعب باللعيبه المواليد 2003 و2005 مش هتخرج يعني. انت بتلعب فرق، بس انا شايف ان انت عندك القدره ان انت تكمل يعني. تشكيله النهارده فيها 4/5 برضو يعني، فيها كريستو، فيها كريم الدبيس، فيها خالد عبد الفتاح. هي تشكيله النهارده عجيبه في حاجه واحده، انت ما حققتش الهدف بتاعك ان انا رايح اللعيبه، ولا ادي العناصر الاساسيه العناصر الجديده اديها فرص، فهي عملت مزيج بين الاثنين، بس مع فرقه يعني اصعب فرقه موجوده دلوقتي في الدوري او اجهز فرقه يعني. عيد بيتكلم على الغيابات، الغيابات دي مهمه جدا في بيراميدز، بس انا بشوف الغيابات دي ايجابيه ليهم. كل ما يغيب لعيب هم بيبقوا احسن. يعني الفتره الاخيره الغيابات دي كلها، يعني عبد الله مثلا غايب بقاله فتره كبيره جدا، وعبد الله احسن لعيب موجود عندهم واهم لعيب موجود عندهم. رمضان غايب بقاله فتره كبيره، ورمضان من اهم اللعيبه. وليد الكارتي من اسباب مكاسبهم الفتره الاخيره. كل الغيابات كتيره جدا، بس بتكلم ان الفرقه دي النهارده نص الملعب احمد توفيق وصابر وفتحي، اما بيدخل عليهم عناصر يعني بشوف كل ما العناصر الصغيره بتدخل على الفرقه دي بتديهم حيويه كبيره جدا. هم يعني اللعيبه ديت خادمين طريقه باتشيكو اكتر بكتير، خادمين طريقه باتشيكو بمعنى اللي هو الراجل بيلعب دايما حتى ما بيبقى كسبان تحت الكوره وهيلعب على المرتد، هو الشوط الثاني اشتغل كده، كان وحش في بعض الاوقات بس اللي بيروح بيه خلاص. وفي لعيبه خطف جولين في الشوط الثاني، جولين ده في واحده كمان اول الشوط الثاني، الراجل الفيرويد اللي هو لاكاي دوت رايح عمل باص عجيب لمصطفى فتحي، يحط لاحمد توفيق ومحمود صابر كده انفراد هو والشناوي، راح رايح عمل حاجه غريبه، هو بيلعب على دي ومستني دي، فاللعيبه ديت خدمه. الجول الثاني جه كده خدمه الطريقه، هي دي خدمه الطريقه بتاع الراجل بتاع باتشيكو، لعيبه صغيره عندها باور وهيلتزموا، غير الكساد بيتكلم فيه عبد الله ممكن تلاقيه مش تحت الكوره كتير، رمضان نفس الكلام مش تحت الكوره، لو مش هتلاقي مصطفى فتحي بكميه الكور اللي بتوصل له دلوقتي في وجودهم، الكوره مش هتوصل له بالكم ده. مش هتوصل له بالسرعه اللي بيوصل فيها دلوقتي، الناس بتبص اقرب لعيب بيبصوا له في الملعب هو مصطفى. الاول لا، هو ما بيبقى ثالث لعيب مثلا، بعد ما ابص لعبد الله الاول ابص العب لرمضان وبعد كده ممكن كمان ابراهيم عادل وبعد كده ابص لمصطفى. فانما دلوقتي انا بشوف ان فرقه مع بيراميدز جدا الغيابات دي في مصلحه الفرقه، ان هي مديها لهم سرعه، مديها لهم خطوره، هتلاقيهم معظم الوقت هم خطر. الشيبي واحد من العناصر اللي انا بشوفها كويسه جدا بصراحه، وبرضه ليا تعليق بس صغير على موضوع حسين الشحات. يعني طبعا هو النادي الاهلي عمل عليه الاهلي عقوبة. عمل عقوبه ان شوف الخبر يا جماعه، حتى هنزله على الصفحه الرسميه عقوبه ماليه كبيره كمان. بس انا من الناس يعني بامانه يعني بغض النظر عن الاهلي والزمالك، عشان طبعا القصه دي ماشيه في مصر بقى لها 3-4 سنين قدامنا الخبر على الصفحه الرسميه وهتفضل ماشيه طول العمر لحد ما لا نهايه. السوشيال ميديا خلاص بقت هي اللي بتعمل التوجه دلوقتي، اي لعيب من الاهلي هيعمل حاجه هتلاقي الزملكاويه ضده، اي لعيب من الزمالك هيعمل حاجه هتلاقي الاهلاويه ضده، وده اللي احنا ماشيين فيه. بس في الاول والاخر في حاجه اسمها اخلاق، في حاجه اسمها تربيه،
اللي حصل. طبعا هو اعتذر للشيبي وراح له الاوضه وده شيء كويس جدا، بس بغض النظر عن ده هو موقف يعني بامانه انا بشوفه من المواقف السيئه لاي لعيب كوره، لاي واحد عنده اخلاق ان هو يعمل الموقف، وخصوصا ان هي بتبقى بعد ماتش او حاجه مش من خلال اصلا المباراه نفسها او في موقف بعد المباراه. فانا بشوف ان الحاجات دي كلها حاجات لا اخلاقيه يعني. وروني اللقطه الاول بتاعت يا جماعه الموقف نفسه عشان الناس تتذكره يعني، ما ده الصلح. احنا عايزين اللقطه بتاعت البص اهو، حسين حسين ده ورايح له بنشوف الكلام ده من يعني. هو طبعا اعتذر له كل حاجه وصالحه بعد المباراه، انما الحاجات دي كلها يعني انا بتمنى ان الواحد ما يشوفهاش بامانه يعني، حاجه غير اخلاقيه بالمره. وانا انا بكلمك يعني انا بدوس في الحته دي مش عشان حكايه حاجه، عشان احنا اتعودنا دلوقتي انت كراجل ليك علاقه بالاهلي اوعى تتكلم على لعيب من الاهلي تقول حاجه وحشه، الزملكاويه بس هم اللي بيقولوا كده. الناحيه الثانيه انت بتتكلم لو في لو حد في الزمالك دي ملهاش دعوه مين لابس ايه. انت بتتكلم في اسس رئيسيه في عالم كره القدم. طبعا اي موقف طبعًا خارج لاي واحد طبعًا لازم الناس كلها تقول عليه ان ده غلط، ده طبيعي جدا. وهو حسين الشحات كمان مش طبعه كده، ما اعرفش هو ليه عمل كده ولا ايه يا كابتن. لا هو عملها قبل كده برضه مع بيراميدز، بس الناس عندها ذاكره السمك شويه. قول لنا انت مش بتاع السمك. حصلت منه هو شخصيا في ماتش بيراميدز، احنا مغلطين، حصلت مشكله، احنا مغلطين. هو انا بحيي طبعا كابتن سيد على كلامه، بس طبعا يعني حصلت امتى دي بقى؟ حصلت قبل كده في ماتش بيراميدز والاهلي، كان ماتش بيراميدز والاهلي برضه ضرب حد كده بعد الماتش وحصلت فكرنا بالواقع. الناس بقى تجيبها، انا انا بقول لك حصل واتخانق مع لاعب بيراميدز 4 مرات السنه دي. لا مش السنه دي، هو السنه اللي فاتت او كان ماتش الاهلي مغلوب فيه برضه نفس الكلام، الاهلي مغلوب فيه. هو الموضوع لو الاهلي مش مغلوب هو مش هيروح يعمل كده، مش هيروح يعمل الموقف ده اولا. تاني حاجه ان طبعا حصلت وشفنا الاعلام بتاعنا كله بيتكلم على الموقف بتاع علي لطفي ازاي في السودان، الناس كلها كانت حاطه الموقف دوت في المرايه او قدام الناس مرفوض. ازاي؟ ايوه مرفوض، ما احنا بنتكلم ده. ايوه ما احنا بنتكلم الاهلي نفسه خد قرار فوري اهو. ايوه ماشي، ما هو دي حاجه كويسه اللي هم خدوا قرار فورا. النهارده بقى بتلاقي كل التصريحات، الراجل رئيس لجنه التظلمات طالع حالا يتكلم في حاجه زي كده، وقال تصريح اصلا مين في يعني هو الاعداد يجيب بقى مين اللي قال الكلام ده. الاعداد لسه الخبر جاي ان الراجل طلع قال لك طالما الراجل اعتذر يبقى مفيش عقوبه. مفيش عقوبه ازاي؟ لا هو مفيش شكوى، هو خلاص هو بيراميدز. ايوه هو لو ما هو لو بيراميدز ما اشتكاش مش هيبقى في. لا لو راح له شكوى. لا لو ما اشتكاش بيراميدز. لا في لحظه بس ايوه لحظه ليه لو ما اشتكاش بيراميدز مش هاء ولا مش هاء. ايوه ده مش هاء في رولز. لا مفيش رولز، الحاجات ديت ما فيهاش رولز. طب يا فندم لحظه واحده، هذا الموقف بيندرج تحت صلاحيات لجنه المسابقات، طالما شريط المباراه اوضحه والماتيريال موجود، لجنه المسابقات عندها لائحه. يعني انا قدام اللائحه اهي هقولها لك بتاعت لجنه المسابقات اللي خاصه بهذا الموقف. ثانيه واحده، اللي خاصه بالضرب والشتيمه بالاعتداء بشكل عام يعني. يعني اهو انا كانت قدامي دلوقتي لحظه واحده اهي. يعني هو بيقول لك ايه الماده 23 دي، مع الفكره من لجنه الانضباط والاخلاق، سوري دي لجنه الانضباط والاخلاق. الماده 23 مخالفات وعقوبات عناصر اللعبه، مخالفه النظام الاساسي للاتحاد، مخالفه احكام اذا صدر منه سلوك رياضي مشين او تصرف غير لائق لا يتحل بروح رياضيه او يثير الجمهور او يحرض الاخرين على التمييز والكراهيه والعنف، عمل على افشال المباراه او لوح بعدم المشاركه، الاعتداء او محاوله الاعتداء على الحكم او مساعديه او مقيم الحكام اللي هو المراقب يعني والمراقب الاداري او اي من اعضاء الجهاز الفني او الاداري او الطبي او المنسق الاعلامي او اللاعبين لفريقه او الفريق الخصم اللي هو المنافس او غيرهم. وبقى حاجات تانية يعني بيقول لك العقوبات فيها بيعاقب بواحدة او اكتر من العقوبات، الايقاف، الغرامة بحد ادنى 50,000 جنيه بالاضافة لقيمة الاضرار ان وجد، الشاط بالتغريم. يعني هم حاطين حسب الواقع يعني، فاوريدي موجودة يعني. ايوه ماشي، ما هو ونادي بيراميدز على فكرة تقدم بشكوى رسمي وفق تصريح برضه عشان ده خبر الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، رغم الصلح اللي تم ورغم ان الكابتن سيد عبد الحفيظ
وقع غرامه ماليه كبيره على حسين الشحات بعد المشاده بتاعته مع الشيبي. كابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز قال ان اداره النادي قررت تقديم شكوى رسميه للجنه الانضباط باتحاد الكره وكذلك لاداره رابطه الانديه المحترفه ضد اللاعب الاهلي حسين الشحات بسبب تعدي المشين على الظهير الايمن المغربي لفريق بيراميدز محمد الشيبي عقب المباراه. واوضح هاني سعيد ان النادي سيطالب في شكواه الذي سيرفق فيها كافه الفيديوهات التي تثبت خروج لاعب الاهلي عن النص وتعديه على اللاعب بعد المباراه بشكل فج لا يمكن السكوت عليه، خاصه وانها تكرر مع ذات اللاعب في السوبر المصري بالامارات. انت بتقول مش السنه دي بس هو قصده السنه دي حصل مش عارف لا غير دوت وحصل في ماتش تاني في كان في هو في السوبر حصل حاجه في الامارات من حسين الشحات مش فاكر راح برضو للشيبي هو بعد الماتش كان في ماتيريال في الخناقه بتاعته هو ومعلول لا كان معلول والشناوي وكان حسين موجود لا مش لا كانش حسين موجود يمكن حاجه بعد الماتش انا مش فاكر ما اعرفش لا مش المهم عارف. يعني ولما تم مش قصدي على دي خالص ده في ماتش تاني واكد هاني سعيد ان النادي سيطالب بتوقيع اقصى عقوبه على الشحات وفق اللائحه خاصه ان الفيديوهات واضحه وتثبت تعديه على الشيبي. وكما كشف المدير الرياضي عن تقديم شكوى رسميه ضد محمود ناجي الحكم الذي ادار المباراه بسبب اخطاء وقراراته الغريبه خلال اللقاء. هو الحكم عمل حاجه؟ ما كانش عارف يعمل ايه الصراحه الحكم ده الحكم عمل حاجه في الفين؟ ده الاهلي خسران اي تاثير ملوش ايه؟ لا ملوش اي تاثير فاهم؟ الكابتن جاد جريشه كان معانا كمان قال الحكم ما قالش على اداله 8.5 ولا الاصابات ولا الفاولات العكسيه ولا اي حاجه ولا لا هو علق على التشريحات بتاعت علق على الاصابه بتاعت محمد حمدي وقال كان يجب انه ياخد انذار في حسين الشحات وتبقى ضربه حره على الاهلي يعني قال كده يعني هو اشار لموضوع التشويحات والحاجات ديت بتاع احمد عبد القادر والحاجات دي كلها ما بتعدي يعني الحكام برضو ما بيطلعوش اللي بيطلع يحلل لازم يشوف ماشي. ما هو هي ما بتتعاملش هنا أيوة زي ما بتاثرش على الماتش لا بتاثر انذار في انذار هياخد ايوه هو ما هو احمد توفيق خد واحده في تشويحه الانذار الثاني خده في تشويحه هي بتاعت احمد عبد القادر يعني ايه في الملعب يعني انا بقى بيني وبين الحكم يارده واعمل له كده في وشه وما اخدش انذار لا انا بتكلم ربما في لفظ يعني انا سالته انا سالته على دي قالك بعض الاحيان ان الحكم بيقيم الموقف قدامه لو في لفظ او ما فيش لفظ حسب تقييم الحكم هو انما دي مش مؤثره برضه حتى لو خد انذار انا شايف في قرارات وفاولات عكسيه كتير جدا كتير جدا انا بقول لك كتير جدا خصوصا تلاتة. في اخر 10 دقائق قول لي منهم 3 4 اقول لك 3 اقول لك واحده محمد حمدي واحده لابراهيم عادل ناحيه الشمال رقص حسين الشحات وضربه والحكم مشى اللعب كان بينه وبينه 2 يارده وواحده اخر واحده بتاعت احمد توفيق اللي خد فيها انذار فاول مليون في المية وانذار على كريم الدبيس اهو 3 هم قلتهم لك في ثانيه لو عدتهم دلوقتي هتجيبهم انا بكلمك اللي انا شايفه لا ما مش مش موضوع لها تاثير هو توفيق اطرد يعني الكره زي دي توفيق اطرد بقت عكس لا انا شايف ما جاتش في المباراه دي لا انا شايف تقييمك للتحكيم يا كابتن سيد في المباراه نعم مش شايف اي خطا مؤثر يعني المباراه ما يعني ما اثرش على نتيجتها ما اثرش على حاجه يعني هو الحاجات المؤثره البينالتي والبينالتي صحيح ولا في حاجه ما هو طرد برضه مش هيأثر على مش هيأثر الطرد ده على بيراميدز في بدايه الموسم ان احمد توفيق هيبقى بره الماتش الاولاني مثلا ما هو اثر على الفرقه عموما انذار هو فاول ليه بقى فاول عكسي ما حسبهاش فاول وراح خد فيها انذار اللعيب شوح راح مديله انذار تاني البنالتي فيه حاجه؟ لا بنالتي ضربه جزاء وحتى لغى الجول بشكل أيوة سليم ما هي بشكل سليم ما فيهاش اصلا يعني هو بيلعب الكره كانه بيلعب الكره لنفسه انا بكلمك على حاجات صريحه في الماتش انا بكلمك على بس مش مؤثره حتى لو الحكم اخطا انا ممكن اطلع لك فاولين ثلاثه برضو للاهلي من بيراميدز اذا قعدت افلي في الماتش بقى انا وادور بس دي اخطاء في الاخر مش مؤثره على النتيجه المشكله اللي هي اخطاء في اخر 10 دقائق يعني اخطاء في اخر 10 دقائق فرقه كسبانه وبتاخد نفسها في نص الملعب الثاني فما بتديلوش خلاص فبتخلي الفرقه موجوده في نص ملعبها على طول دي اخطاء اللي لعب كوره عارف هو بيتعامل ازاي والحكم اللي بيمشي الحاجات ديت ويوقف الحاجات ديت ويوقف اللعب انت خلاص لو اتحسبت فاول لتوفيق فرقه بيراميدز هتبقى كلها في نص الملعب سيبك انت رايك ايه في صفقه امام عاشور جامده جدا ما جامده ما انا قلت لك فاكر هنا في شهر فبراير ايوه ما انت قلت لي بس انا قلت وانت كنت مصدق ما كنتش مصدق ورديت عليك الرد المنطقي اللي الناس كلها بتتكلم فيه اتلائم علينا ساعتها قال لك انا عارف انت بتضحك عليا فاكر ايوه ماشي ما انا عارف انا عارف كل حاجه بس انت يعني كنت مصدق لا ما هو طبيعي ان انا ما اصدقش عشان المواقف اللي حصلت قبلها اللي هو مستحيل يحصل يعني لا مش مستحيل الزمالك يسيب امام كده وانه في الاخر لا مش مستحيل الأهل. يسيب امام مستحيل اللي هو يرجع الاهلي ليه مستحيل
يعني استحلتها من جبت الاستحال المستحيل ده منين؟ عشان موضوع المبادئ والقيم والاخلاق بس، انا ما بتكلمش الا في كده. مالها المبادئ والقيم والاخلاق؟ اللي هي بتنهي عن اي حاجه، بتنهي ان الامام يبقى موجود جوه. ليه ايه؟ أيوة على التجاوزات اللي حصلت. هو اخطا وهو في نادي منافس وتعاقب في قرارات من لجنه الانضباط والراجل اعتذر. طب ما خلاص نرجع ولادنا اللي زعلوا اللي مش هم. طب وانت اللي ما غلطوش والكلام ده. انا بكلمك حر. انا بكلمك على اللي حصل. لا ما تقول خلاص انت انا معاك. كل واحد حر. طب الاهلي قال وجهه نظر. كل واحد حر. طب خلينا نسمع وجهه نظر. لا هو ما قالش ده، واحد كتب حاجه على السوشيال ميديا، واحد من مجلس الاداره اللي كتب حاجه اجتهد وكتب حاجه على السوشيال ميديا بس. مجلس الاداره ما معبر عن الاهلي. ايوه انا بقول لك واحد كتب. انت مجلس الاداره ده بيدير النادي؟ لا مجلس الاداره ده احنا مش متعودين اللي هم يطلعوا يدوا التصريحات على الفيسبوك وعلى تويتر. لا الموضوع زاد عن حد. لا ملوش علاقه زاد عن حد. هو في بعض الاوقات الصمت بيبقى لغه العظماء، وفي بعض الاوقات اما ببقى حاسس ان انا على راسي بطحه بطلع اتكلم. لا هو في الاخر بيحترم جمهوره ورد. بس انا يعني السؤال بس المبادئ يعني هو الناس بتقول لك انه اللي بيتربي عندي غير اللي جاي لي من بره. جاي خلي يعني بالك هو يعني غلط في اللعيب نفسه، واللي بيقولوه ده غلط في اللعيب نفسه اصلا اللي عنده دلوقتي. طب هو غلط بيغلط في اللعيب نفسه. هيظبطوا له دماغه. لا ما فيش حاجه اسمها يظبطوا له دماغه. يعني مش يعني حاجه هو بس كده. دي في الاهلي يعني بس النظره دي بس الاهلي، لكن لما تحصل مواقف مشابهه في انديه اخرى. لا بتحصل مواقف هنا وهنا وهنا وهنا، بس ما فيش حد في حته تاني لوحده، كله زي بعض. هي دي بقى النقطة اللي أنا بتكلم فيها. أنا بكلمك هي محطوط سبوت على الحتة ديت، إن مفيش حد بيتجاوز ولا حد بيعدي مش عارف إيه ولا حد بيعمل إيه، دي محطوط على سبوت كبير. من ولاد النادي. لا أنا بتكلم عموما على أي حد. محطوط عليها سبوت إن إحنا ما ينفعش حد يتجاوز وحد يعمل وحد يعمل ويبقى موجود عندي. لا دي مش دي موجودة. أنت بتتكلم أنت شايف مصلحة الأهلي إن إمام عاشور يبقى موجودة، دي هتقول كده أقول لك على عيني وعلى راسي، لكن ما تدخلهاش في حتة تاني. ما تدخلهاش في حتة تاني. ما حدش دخلها والأهلي ما دخلهاش. لا الأهلي دخلها وطلع يبرر. ده من ده عشان ناس كتير بتتكلم. لا ما فيش حاجه اسمها ناس كتير بتتكلم. كل الناس ده الناس بتتكلم على الاهلي. ايوه اكتر ما بتتكلم عن نفسها. ايوه ما بتتكلم ده على النهارده الناس. أيوة كل ساعه حد بيتكلم منهم 55 دقيقه على الاهلي وخمس دقائق على نفسه. اي حاجه. ايوه ماشي ما هو بتتكلم على الاهلي. في الصفقه سيبك انت بقى. الصفقه جامده طبعا. ايوه ما فيش ايه المشكله فيها. ما عادي انا بسالك عايز انا هجيب انا هجيب عايز اعرف رايك يعني. على فكره انا قلت الصفقه دي بس انت ما كنتش موجود. كان وليد الحديد موجود واتكلم معايا وقلت له صفقه مهمه جدا واحسن لعيب في افريقيا في مكانه راح النادي الاهلي ودي ما فيهاش خلاف. الجيم اتلعب. بص يعني الجيم اتلعب ازاي؟ بس انا بحب اللعبه الحلوه. يعني ما كنت انت تعملها كده وحطها في المقص كانت تعجبني. ايه المشكله؟ فالاهلي حطها في المقص. ايوه ما فيهاش مشكله. هو انت بتتكلم في ان لو حد في الاساس خايف على مصلحه نادي الزمالك مش هيبيع امام عاشور البيعه دي، ده اولا من البدايه خالص. تمام انا اتكلمت فيها دي مليون مره. تاني حاجه طب الاهلي لما يدفع 3 مليون دولار في امام يستاهل؟ يستاهل طبعا. انا بكلمك في لعيب هو كلعيب في مكانه. انا اتكلمت مرارا وتكرارا من السنتين اللي فاتوا مش هغير كلام عشان هو راح الاهلي. لا هو كان يستحق يطلع ويستحق يبقى موجود، وهو احسن لعيب في مكانه داخل افريقيا. افريقيا انا بتكلم في مكانه. داخل افريقيا جوه افريقيا. انت لسه بتقول لي وليد الكارتي يعني هو احسن من وليد الكارتي؟ طبعا امكانياته احسن من وليد الكارتي. انا بكلم هو امام ما لعبش. انا بكلمك على السنه كلها امام ما لعبش الا الدور الاولاني مع الزمالك. كان مؤثر في بعض الاوقات. بتتكلم كامكانيات دلوقتي؟ كامكانيات طبعا. هو انا طول عمري بتكلم على اربع خمس لعيبه بقول دول مختلفين عن اي حد. كنت بقول فيهم او ست لعيبه فيهم مثلا ثلاثه اربعه في الزمالك واثنين في الاهلي. انا بكلمك في يعني في اللعيبه اللي في الاهلي والزمالك في 2 3 في بيراميدز او 2 في يعني كده. هم دول اللعيبه اللي مختلفين على اي عن اي حد. هو امام عاشور منهم الناس دي. فهو يستحق الرقم اللي اتدفع فيه، ولو كان طلب فيه اكتر كده من كده كان ممكن يدفع. يستاهل. انا بقول له اللي هو يستاهل اللي هو يدفع فيه يدفع فيه يعني. طب كابتن سيد يضحك انا الحلقات دي ما بتجيبنيش خلي بالك ماليش فيها الحلقات دي.
ليه على انا ليه هو حلقات انا كلمنا هو حلقات الكوره يا عم؟ ان هو يا عم بتتكلم في الكوره بقى جبني يا ابو لمس. حد كلمه سؤال؟ حد كلمه؟ لا مش فاهم ده بيسبق. حلقات الكوره حلقات الكوره انا بسالك سؤال واضح دلوقتي. تعالى هاتني بحلقات الكوره. والراجل عنده دي كوره. كوره ايه؟ طيب مين ضرب مين؟ مين لا لا النهارده ما هي يعني هو بيتكلم صح. خلي بالك هو بيراميدز النهارده كسبان 3 وانت جايب اغاني للاهلي برضه. موضوع الاهلي البطل. الاهلي البطل ايوه ما انت احتفلت. ما خسر انت احتفلت. هو الاهلي لما يخسر ماتش يعني في نهايه أيوة الدوري خلاص اعمل اغنيه. ما هو ده الكلام ده قلت لك اعمل اغنيه لبيراميدز. ليه؟ ما انا قلت هو ما يكسب الاهلي اعمل له اغنيه. لا اما اما صعد افريقيا يا جماعه الاغاني بتتعمل للابطال. انا كنت يعني بس قول لي اعمل اغنيه سيراميكا. اعمل اغنيه لسيراميكا. انما حد يكسب اي حد يكسب. عملت لهم اغنيه ما عملت لهمش اغنيه. يعني اعمل اغنيه للحرس انت عادل مع الاهلي ما دام هي كده بقى. لا ما تعملش الاغاني للابطال الاحتفالات للابطال. طب ماشي لما انت ما احتفلتش بسيراميكا. لا احتفلت انا لا لا اتكلمت عنهم كويس. انت اتكلمت على مصر اكتر من سيراميكا. بس سيراميكا هعمل وابعتها على الواتساب ده خمسه اللي هيشوفوا. لا من حقهم طالما نادي في الدوري المصري ونادي منافس لاي حد من حقهم. ماشي بحطها على الاكونت بتاعك. ماشي حاضر ابو احطها على الاكونت بتاعي. بتاعت الاهلي مش بتاعت سيراميكا. بتاعت الاهلي انهي بتاعت الاغاني اللي بعملها للاهلي يعني. ليه احطها على الاكونت بتاعي ليه؟ البطل. ما هو كده كده الناس بتشوفه. انت اصلا عملت للسنه اللي فاتت الزمالك البطل السنه اللي فاتت واللي قبلها عملت ثلاث اغاني للزمالك طول السنه. يا راجل يا راجل. طب هات لنا طيب الحلقات ونشوف. يا راجل انا بكلمك في اللي انا بشوفه. يا راجل ده انت كنت انا بكلمك شريك. في اللي انا بشوفه ده انت شريك معايا والله. انت وانا هنا في البرنامج وانا هنا في البرنامج اتعمل للناس الزمالك. طب يا جماعه احصروا لي احصروا لي للكابتن احمد عيد كاس ودوري وقبلها دوري دول انا حاضرهم هنا. يعني الدوري الاولاني انا حاضره هنا. عملنا في الايرادات كتيره جدا. ايوه انا بقول لك كام 3 ولا 4. لا يا راجل ده بتاع 10. والله ما عايزين اغنيه الباتشيكو. طيب المفروض النهارده تحتفل بيه راجل كسبان 3 وبتاع. شيكو شيكو يا جامد يا باتشيكو نعمل له اغنيه. قول لي دلوقتي الشناوي واضح ان في ناس عايزاه يمشي. انا حاسس كده يعني يعني تحت حجه الفلوس يعني الاهلي 7 مليون و6 مليون و5 مليون وده خد بالك والله العظيم يا احمد يعيد انت بص مش هتورد على جنب. هم مين الناس اللي عايزين يمشي؟ انت برضه انا اللي شاورت انت تقول في ناس عايزين. هم مين اللي عايزين؟ مصطفى مخلوف كابتن. والله عشان عاجبني جدا بس هو عارف هو بيحتفل بيه عشان بقالي كتير ما جيتش فمالكش دعوه انت. انا ليا راي بجد بقى انه الانديه الكبيره لازم حارس المرمى يكون حارس مرمى كبير ما فيهاش هزار دي والتجارب في العالم كله كده يعني مانشستر سيتي ريال مدريد في كل الانديه اللي محققه انجازات على مستوى العالم حتى ليفربول ما اتظبطش الا لما جاب اليسن بيكو لو تفتكر كان عنده الجول بتاعهم ده وصلوا فاينل دوري ابطال اوروبا والراجل قال لك انا محتاج حارس بالعظمه دي. فانا رايي حتى مش الفلوس دايما كل حاجه يعني انت بتمشي حمد تجيب امام تمشي يعني في اماكن تقدر تعوض لكن حارس المرمى صعب جدا. فواضح ان الموضوع دلوقتي مش هيتحقق يعني حتى ما احنا سالنا في النصر السعودي ومصادر هناك لينا في النادي النصر السعودي موجود على الرادار بس مش نمره واحد ولا اثنين ولا ثلاثه الشناوي ممكن يبقى نمره خمسه او سته او سبعه كمان هم عندهم لسته يعني كان بيفاوضوا اونانا بتاع الكاميرون اللي راح مانشستر يونايتد مؤخرا يعني. ما دخلوا في دخايا دلوقتي. هم داخلين في دخايا ده في الراجل بتاع كمان كرواتيا ليفاكوفيتش اللي هو جول بتاع دينامو زغرب ده فهم يعني وعندهم اوسبينا الكولومبي كان مصاب ورجع يعني. انت مع وجهه نظري ان الشناوي خط احمر كحارس مرمى مش كاسم يعني هو طبعا اسمه كبير كحارس مرمى النادي الاهلي بالعظمه دي ولا ان ممكن يمشي ويتعوض بالموجودين؟ لا انا رايي لو القيمه الماليه زي ما بيتقال كده 8 مليون و9 مليون مفيش الكلام ده طبعا يعني لو القيمه دي طبعا لازم تبيعه مفيش الكلام ده يعني يعني ما الحاجات دي ما في بعض العروض ما تترفضش سواء للنادي او للعيب نفسه يعني الاثنين هيبقوا مستفيدين استفاده كبيره جدا. وخلي بالك بدايه الشناوي مثلا كانت معانا في 2017 بعد بطوله افريقيا كان شريف اكرامي اللي بيلعب بعد ما وصلنا النهائي بعد كده بقى بيلعب الشناوي فهو اما خد الوقت بتاعه الكافي الامور مشيت بشكل كويس. فانا شايف يعني انت ممكن تعوض لو
في قيمه ماليه كبيره، يعني في عرض مغري بمعنى اصح. يعني لو تاخد وتجيب حارس مرمى تاني وتدي فرص للي عندك، وهتلاقي الامور ماشيه، يعني الامور مش بعيده قوي. والنقطه الثانيه كابتن سيد مشي، الكابتن عصام الحضري الاهلي قعد يكافح في تعويض عصام الحضري سنين. يعني في يعني ما انا لسه قايل لك الشناوي لعب ازاي، الشناوي لعب ازاي نفسه. يعني احنا كنا موجودين في 2017 في الجهاز، خسرنا نهائي افريقيا. انتوا كنتوا حاسين المكان ده لسه ما طولناش، ايام عصام الحضري ما تعوضش بالشكل هو اللي الشناوي ما خد وقته، يعني خد وقته. ومع اول مباراه اتقال له انت الجون الاساسي للنادي الاهلي، تغلط ما تغلطش، انت الفتره دي انت هتلعب الماتشات كلها. فهو لعب اربع خمس ماتشات بدايه متوسطه، انما بعد كده مستوى بدا يروح في حتت اعلى. هل الاهلي في حد يعوض الشناوي بهذه الامكانيات؟ انا شايف علي لطفي لعب ماتشات كتير على فكره، مصطفى شوبير لعب نهائي افريقيا اللي هو اقوى حاجه انت بتلعبها. يعني الموضوع يعني لو القيمه الماليه برضو دي انا بصير عليها. مفيش 8 بقى، احنا قلنا مش هتلاقي. لا ما تقوليش مليون دولار وتقول لي مثلا في 2 3 و2 3 لا 2 3 ده ما انت بتتكلم في حاجه عاديه، انما السعوديه عشان تروح نادي النصر مثلا، فانت شايف اللعيبه اللي بتروح الدوري السعودي بتروح بقد ايه؟ اقل لاعب بيروح الدوري السعودي كلها مبالغ كبيره جدا. فانت بتتكلم في 7 8 لا ده لازم تسيبه، انما اقل من كده بتكلم في 3 مليون. طب بعيد عن الفلوس كابتن احمد عيد، انت شايف ان الشناوي يمشي ولا لو انت مكان الناس في الاهلي وبتنافس على دوري السوبر الافريقي؟ انا مع سيد في الراي جدا، هو لو في مبلغ كبير تمام، ما فيش مبلغ كبير لا خلاص يعني. يبقى انت بتمشي بس عشان الرقم، بس برضه في نفس الوقت انت الناس التانية هتلعب امتى؟ الراجل الدوري خلصان، حراسة المرمى بتلعب لغاية وقت يعني. لا انا بكلمك، انا بكلمك ان الدوري خلصان، هو ما بيديش للناس التانية اللي موجودة. ده دليل اكتر على ان الراجل متمسك جدا بالشناوي. ايوه انا بقول لك، انا يعني الراجل نفسه بيدي مسج ان هو مش عايز يسيب الشناوي، صح ولا غلط؟ ما هو كده. هو الموضوع يعني الصراحه مش مفهوم، يعني انت حتى انت بتدخل ناس تشوفها مش عارف ايه. هو في الاساس موقفه واضح، هو بيبعت مسج بيقول انا مش عايز الشناوي. انت بتلعب بدفنس اساسي مثلا الماتشات يا راجل، انت بتغير في السندباكات وبتغير في الطرفين وبتغير في الفراوده وبتغير في نص الملعب الا الحارس الشناوي. يبقى ده مسج واضح وصريح بيقول للدنيا كلها انا متمسك بيه. طبعا صح ولا غلط؟ وانا اعتقد ان هو موضوع الثمانيه والتسعه ده مش موجود خالص. مش موجود، كلام اعلام فقط. تمام. طيب نطلع فاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتواصل. ايه عدان العيب اهو. لا ناقص حاجه اقول لك، ان ما سيبنا كمل. طيب قول، كنت لازم تختم الفيلر بالجون بتاع امام عاشور بتاع نهائي الكاس. طب هو ماله، هو كان اخر البطوله ياخدها مع هيتكرر كتير. اجيب في نفسه هيتكرر كتير. لا امام خايف يلف ويشوف في نفسه. امام ما بيجيبش جوان في نفسه. انا خايف يلف ويشوف امام نفسه. امام خد بالك في الشوط، عارف المكنه اللي بيمرنوا بقى بره حراس المرمى دي؟ عارف المكنه اللي بتشوفها في الفيديوهات؟ واحنا عندنا المكنه دي ولا مش موجوده؟ موجوده ده موجوده. انا بشتغل بيها. بشتغل بقى في لافينا، موجود عندي والله. يا سيدي طبعا فخفخينا بقى. ما طب على فكره الشيبي، يوسف الشيبي نزل ستوري على السوشيال ميديا قبل ما نتكلم في الموضوعات الثانيه، نقوله برضو عشان يكتمل الموقف. يبقى احنا خدنا كل الاراء، هو لسه غضبان، بقول تعرضت لسب وشتم امي وابي، الشيبي كذا، الشيبي يا ابن كذا، في مباراه السوبر بالامارات ومباراه اليوم مع مضايقات وضرب في المباراتين، قبل طبعا شايلين الحاجات يعني، قبل وقعه اليوم وقبل الصفع كان في تهديد بكسر قدمي، حيث قال لي، يقصد طبعا حسين الشحات، لو كنت بدات الماتش كنت كسرت رجلك. هو تهديد يهدد سلامة مستقبل الكرة في الدوري المصري، كان ممكن وسهل جدا اني اقوم بنفس الرد او اكتر، لكن القانون الداخلي للنادي واحترامي لمسؤولي بيراميدز جعلني اتفادى اي رد في تلك اللحظة. حتى فيديو الصلح كان امام صحفيين، جاء بطلب من الطرف الاخر بعد العلم بان فيديو الصفع تم نشره على المواقع، التأكيد على تهديدي بالكسر في قدمي يهدد مسيرتي الكروية في الدوري المصري.
انا هو طبعا يعني تعليقه هو حر ونحترمه، لكن انا ما عجبنيش الثلاث اسطر بتاع فيديو الصلح، لانه دي حاجه ايجابيه عملها حسين الشحات بعيد عن انه يتعرض لعقوبه او لا، يعني ده موضوع تاني. هو الراجل حاسس انه غلط فراح ما دخلناش في نيته يعني. بس هو مش راضي عن الصلح، ما هو بيقول انا مش راضي عن الصلح. لا هو بيقول حتى فيديو الصلح تم لانه عارف حسين الشحات عارف ان بتاع 18 فراح يصلحه. انت ما دخلتش في النوايا، انت ممكن تكون غلطت يعني وارد ورحت تتصالح، حتى عقوبه مالهاش علاقه يعني تتعاقب او مالهاش علاقه يعني، مجرد ان انت عملت حاجه ايجابيه نسمينها يعني ولا ايه؟ كل واحد ورايه بقى في الحاجات ديت. بس دي نوايا. ايوه يعني هي نوايا، ما بقول لك كل واحد بيفكر ودماغه يعني هو بيفكر. ليك تعليق على البوست؟ هو الراجل بيطالب بحقه بس. والشيبي كان متقبل فيديو الصلح، كان بيضحك عادي يعني لو شفناه، الشيبي كان متقبل الصلح عادي وشاف الكاميرا، وشايف الكاميرات بتصور يعني. لا وشايف الكاميرا ومش عاجبك يعني الوضع نفسه، يعني كان ممكن تشيل بايدك وتقول لا مش هتصالح. مش راضي صح عادي ولا غلط؟ طبعا يعني انا بص هي دلوقتي عشان اكلمك بامانه بقى عشان اجيب لك الخلاصه. بص حسين الشحات داخل والكاميرا بتصور. بص الشيبي وقف شايف الكاميرا يعني مش وهو عادي وبيضحك وبيبتسم، وهو حضنه حتى هو كمان واتكلموا عادي يعني. اتفضل كابتن سيد. الخلاصه بتاع الموجه دلوقتي هي دلوقتي كلها ارضاءات للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا هيجه هنا، فانا اكيد الفيديو في طار الصراعات الخفيه برضو بين الاهلي وبيراميدز. حاجه يعني برضو الاهلي وبيراميدز بينهم دايما صراعات خفيه كده. انا عنوان للكره المصريه، احنا في وقت الخناقات والهجص فعلا بامانه، واي كلام في اي كلام، وكورة صفر وخطة صفر ومستقبل صفر كله اقسم بالله العظيم اكلمك بامانه بقى، دي الخلاصه بتاع الاجواء اللي احنا عايشينها، اللي هو كل هتلاقي كل البرامج كيف ترضي كل البرامج الرياضيه، كل البرامج الرياضيه تلاقي كل القنوات مثلا بتتكلم النهارده في خناقه مين ومين عمل. مفيش دوري في العالم الناس بتطلع تتكلم على الكوره كده، مفيش حد بيطلع يتكلم، كلها خناقات بس، خناقات 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 ومواقف. بس ده موقف كلها من النجوم، كل يوم حدث. هو كل ماتش حدث في الملعب يعني، يعني النجوم الحدث يعني ده من اهم نجوم الدوري السنه دي. الشيبي الحقيقه برضو من نجوم الدوري السنه دي، وده حدث الناس كلها شافته، فما نتكلم عنه ده مش عارف. انا كشخص بشوف ان هي اجواء كلها يعني عناوين بتتكلم في بشكل عام. يعني كل طول السنه احنا رايحين بنلف في دايره واحده بس، انما هات لي حد في اي حته في منظومه طلع قال لنا المستقبل بتاعنا واحد اتنين تلاته، اتكلم مع الكوره على مستقبل الرياضه في مصر، على مستقبل الكوره في مصر. ده زمان بتوع اقول لك على حاجه، بتوع المناظرين بتوع أسألك زمان فرحانين اسالك سؤال ان احنا بنتكلمش. اسالك سؤال وجاوبني بامانه، دليل على كلامي. اسالك سؤال وجاوبني بامانه. المنتخب الاولمبي صعد لباريس ولعب نهائي، احنا الثلاثه في واحد فينا كان عنده 1% ان المنتخب ده هيسافر ويلعب نهائي وهيصعد ويبقى بالشكل ده؟ وهيبقى بالشكل ده؟ لا، كل حاجه بالصدفه. كل حاجه بالصدفه. انت دلوقتي انت ونصيبك. النهارده كويسين هو خلاص احنا كويسين الصراحه للامانه. هي عشان اتعمل حاجه كويسه مع المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول في اختيارات الاثنين المدربين وفي النظام اللي ماشيين بيه الاثنين المدربين، هم اللي فرضينه، هم اللي فرضينه بدليل ان في منتخبات فشلت. هي صدفه طبعا زي ما سيد بيقول، بدليل ان في منتخبات فشلت. ايوه ما لو هي صدفه واحد في كله كانت كل المنتخبات هي صدفه طبعا. هي صدفه يعني. انا عشان ابقى ناجح السيستم نفسه النهارده مثلا في شهر 7 وعندي بطوله في 11، فاجي اقول لك انا البرنامج بتاعه وبقول لك توقعي وأنا ان انا هوصل لكذا متارجت كذا. انما ما تقوليش مثلا ان انا وانه مبني على كذا ان وكذا. انا كلنا رايحين وايدينا على قلبنا فنحقق انجاز. الله احنا ايه رايك في الانجاز اللي انا عملته؟ انا عملت حاجه جامده جدا. انت اصلا كل الكلام اللي انا بقوله ده بينطبق على حتى الماتشات الانديه اللي قبل البطولات، كل الحاجات اللي جوه. بتقعد تسمع انت تعرف فيتوريا هيلعب ايه في شهر 9؟ ولا حد يعرف اي حاجه يعني. عندنا تصفيات كاس عالم في شهر 10 ولا 11، المفروض انت تعرف فيتوريا عارف اصلا قبلها بسنه. انت المفروض تبقى حاطط ماتشاتك في الاجنده بتاعتك مترتبه قبلها بسنه. انت اصلا منتخبات العالم كلها بتعمل كده قبلها بسنه، عارف انا النهارده في شهر كام هلاعب البرازيل السنه دي. عيد مين باكين رايت منتخب مصر؟ مين باكين ليفت منتخب مصر؟ مين سيرد باكين؟ انت شايف ان بعد 3 سنين دول هم هيبقوا مستقبل مصر؟ مين اللي انت شايفه بعد كده ان انت عندك رؤيه ليه؟ كلها حاجات بالصدفه. محمد عبد المنعم ظهر بالصدفه. اي حد بيظهر في الدوري بالصدفه.
يعني الموضوع ما بنلاقيش حد مثلا يقول لنا خلي بالك عيد ده انا هو سنتين ثلاثة وهتلاقيه هو من نجوم منتخب مصر، مفيش الكلام ده، انت ما بتشوفش الحاجات دي، كل حاجة انت ونصيبك. النهارده ايه ده، في لعيب كويس في الحتة دي، بس البطولة بينت لنا ان في لعيبة هتبقى نجوم، يعني ابراهيم عادل ومحمود صابر وكوكا وحسام وحمزة علاء وأيد وأحمد، أنا يعني معاك، بس في نجوم قبل ما المنتخب ده يسافر، قبل ما ولا المنتخب ده يسافر كنا ولا رجعوا كنا بنقعد هنا ولا مين فيهم اللي لعبوا، مين فيهم اللي لعبوا؟ إبراهيم عادل ومحمود صلاح الاثنين اللي بيلعبوا وهم بس اللي بيلعبوا، يعني كوكا جه لعب أنا شايف اللي هو أدى كويس مع الأهلي الماتشات اللي بصراحة بس مش موجود كوكا وإبراهيم عادل، لا كوكا لعب النهارده فين؟ لا النهارده يمكن هو ليه رأي في بيقيم فخري، يعني أنت بتتكلم قيم فخري ازاي؟ لا هو الراجل حاطط فخري عنده بالنسبه له حد مهم في نص الملعب، لا في كلام انه ممكن يعيره السنه دي، ما اعتقدش، يعني هو انا في وجهه نظري اللي انا شايفه من الراجل ان هو ممكن يطلع كوكا وما يطلعش فخري، يعني هو بيدي فخري كتير. طب وانت فنيا رايك ايه؟ لا كوكا طبعا موضوع ما لا بس مفهوش. انا في كلام بيتقال انه ممكن يعير فخري السنه، بس انت بتتكلم في فخري، فخري لعيب من صغير في السن، لا انا فاهم، ما هو عشان كده بيديله عشان يديله التقييم، ان هو حتى في المؤتمر قال كده، قال ان في لعيبه اديتها النهارده او الماتشات الاخيره عشان ادي لها تقييم نهائي، وقال كده في المؤتمر، وانا بشوف ان ده ظلم اللعيبه بامانه. يعني لو لعيب ما بلعبش طول السنه وتديني ثلاث ماتشات عشان تقيمني انا هكمل معاك ولا لا، بس فخري شارك الفتره الاخيره كتير، لا فاكر انا بتكلم على اي لعيبه لعبت ماتشين ثلاثه، انما فخري اكتر لعيب خد فرص، خلي بالك فخري زي ما بيقول عيد، فخري كان موجود معانا في 2017، يعني الفترة كان طالع لسه من الناشئين، لا النادي اشتراه في 2017، كان هو لسه جاي 19 سنه او 20 سنه والوقت تقريبا 24 25 سنه، انت بتتكلم في ست سنين اهو، بس فخري اصغر من جيل عبد المنعم وامام عاشور، ايوه ما هو انا بتكلم في 25 سنه، ان السنه دي انت مواليد كام فخري يا شباب؟ هو لعب تقريبا 97 اللي هو جيل 97 ده، 97 98 حاجه ده، 97 25 سنه، ايوه انا بكلمك في هو كبير مش صغير، يعني من زمن ده هو بيلعب من اربع خمس من خمس ست سنين في غزل المحله، وطلع اعاره البنك الاهلي سنه، اول سنه صعدوا فيها وما شاركش خالص ورجع تاني، يعني مواليد 99 99 99 24 سنه 24، ما انا بقول لك الجيل اللي قبل امام وعبد المنعم، ما هو امام امام 9 امام 99 بس، فالموضوع لا انا شايف اللي هو، وعلى فكره وميكال ليه تصريحات قويه كمان عن كوكا، يعني بيعتبره من اللعيبه المهمه جدا، هو لعيب هو لعيب مميز مختلف شويه عن الناس اللي في نص الملعب، يعني هو عنده لعيب الاشول في نص الملعب بيبقى مختلف، خصوصا في الطريقه اللي هي بيبقى فيها ثلاثه في نص الملعب، هو الراجل بيلعب ثلاثه، دي بتخدمك جدا، لعيب مختلف عن الاثنين اللي عشان كده بقول لك هو الراجل اللي انا عارفه كمان من اخبار جوه النادي، يعني انه بيفكر يعير فخري مش كوكا السنه دي، رغم انه بيدي فخر اهو، بس هو يعني هنشوف طبعا الايام الجايه، بس هو دايما حاطه في كل الماتشات، وفي ماتشات مهمه بيلعبوا فيها، ايوه لان كوكا خد بالك كان مع المنتخب الاولمبي، لعبوا اهلي وزمالك، لعبوا اهلي وزمالك بيراميدز النهارده، واهلي وبيراميدز، بس كل كوكا كان مع المنتخب الاولمبي، لا هو بنتكلم على فخري، احنا بنتكلم على فخري، اي ما مداش لكوكا كتير لانه كان مع المنتخب الاولمبي، بس لعب المباراه اللي فاتت، لا اللي فاتت واللي قبلها، كان بيشارك، يعني هو واخد احسن لاعب بين المباراه، خد احسن لاعب، خد احسن لاعب اللي قبل اللي فاتت اللي هو كان ماتش بتاع اربعه ده، كان ماتش المقاولين اعتقد، مقاولين متهيألي مش فاكر، مقاولين خد احسن لاعب، مقاولين وبعد كده الحرس، خد احسن لاعب، هو الوقت الاهلي من ساعه موضوع بحه ده وهو بيخسر هو بحه وقعد على خلاها وحشه قوي برضه تضحك برضه تضحك برضه بقول لك صاحبي هي وحشه قوي بتضحك برضه برضه بقى له ثلاث اسابيع ايوه قول ان هي مجامله قول ان هي مجامله انت اسبوع وانا اسبوع حتى اليوم اللي جيت فيه كنت انت مش موجود كنت تعبان لقاء السحابه ما بيتكررش هو بيني وبينك العوده كانت عوده حلوه النهارده عوده طبعا بيراميدز كسبان ثلاثه لا انا عوده حلوه عشان شفتك انا يا راجل النيات بص انت دخلت في نيتي زي الشيب لان الزن. انا عارف نيتك كويس جدا طب قول لي نروح للزمالك اللي سافر السعوديه ورايك ايه في القايمه ومفيش صفقات وجمهور قلقان ده كان متوقع ان مفيش صفقات ومفيش حاجه ده الوضع اللي موجود في نادي الزمالك بقاله فتره كبيره طبعا كلنا كلاعيبه كنا في نادي الزمالك او كجمهور اكتر ناس مسانده للفرقه ونفسنا الفرقه تفوق والنادي يبقى في مكانه الطبيعي لكن اللي بيحصل الفترات اللي فاتت
حاجات كتير جدا، على مليون علامه استفهام. فمن بقى اداره، من 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 ان لعبها تيجي وتمشي، ان انت بتقول بجيب لعيب لا ده مش من حق امبي بيرجع امبي تاني، الحاجات دي كلها ما فيش ولا صفقه تمت، بتجدد الاثنين محترفين، الراجل طلع اتكلم عليهم وقال مش اولوي، يعني هو مش اولوياته اللي هو يجدد لسيف، قال انا طالب راس حربه كذا، انت بتجدد له ليه؟ طيب قال انا طالب راس حربه كذا ومش يعني ده مش محتاجه على سيف الجزيري. على سيف، وانت مقرر ان الراجل يقعد ويكمل، فانت هتجيب له اللي هو عايزه، جبت له يعني ما فيش حد جه، ما حدش موجود في الاخر، انت الزمالك رايح بقايمه يعني اللي ممكن يبقى اضافات على القايمه، في ثلاثه معارين انضموا اللي هو حمدي علاء واوباما واحمد زكي، مش كده؟ انا يفرقوا؟ اعتقد ان اللي هيبقى حمدي علاء واوباما هيبقى ليهم دور، وهو الراجل في الحته ديت بيحتاج لعيبه كتير جدا، والزمالك عنده مشكله اصلا في المكان دوت في نص الملعب فترات اللي فاتت بالنسبه للناس اللي بتلعب. لكن في الاساس برضو انا لو هتكلم على المكان اللي عند الزمالك عنده مشكله كبيره جدا فيه، حته خط الظهر عندنا مشاكل كبيره جدا، محمود علاء ما سافرش، ما سافرش، ومحتاجه تظبيط جدا اصلا بحته نص مصاب محمود علاء بقى ولا في حاجه؟ الله اعلم، مش عارف، ما حدش يعرف اي حاجه كالعاده الفترات اللي فاتت، ما حدش بقى كان مصاب في الاتحاد يعني في الاخر، ممكن يبقى مصاب، محتاج فتره، لانه هو نفسه اعلن انه رجع. محمود نفسه اعلن. ايوه، ما هو اعلن والنادي تقريبا في الغالب رجع يعني، خلاص هو موجود. لا هو اعلن، هو محمود اعلن، هو اعاره وهيرجع كده كده هيرجع. حتى محطوط في قائمه مش محطوط في قائمه، هو في قائمه الزمالك لو الزمالك هيفكر يبيعه ويطلعه اعاره، بس انا اعتقد محتاجه يعني. ما هو ده اللي انا جاي لك فيه. بالنسبه للي شفناه الموسم دوت، انا محمود علاء بالنسبه لي يعني انت فاهم، ابزم اللي هو يبقى موجود بالنسبه للناس اللي موجوده، الحاجات اللي شفناها، الكوارث اللي شفناها السنه دي في خط دار الزمالك، بتمنى ان الدنيا تبقى الامور احسن بدايه بالنسبه للزمالك في البطوله العربيه كفرقه اللي هيلعبها الزمالك. انا شايف يعني الموضوع متوسط. انت فاهم الزمالك يقدر يعمل حاجه كويسه. خد بالك عامل 8 صفقات. هو فرقه عامل 8 صفقات السنه اللي فاتت برضه، اما لعب الاهلي في البدايه كان عامل صفقات كتير وما كانوش احسن حاجه، اما لعبوا الاهلي في بطوله افريقيا خسروا هناك 1-0 وهنا 3-1 باين حاجه او 3-0. فهم كل سنه بيعمل صفقات جديده. وده الزمالك برضه. يعني ده الزمالك يعني فرقه عندها جماهيريه كبيره وعندها لا ده فيها نواقص يعني. ايوه، ما في نواقص ما فيش مشكله يعني، انت بتتكلم في برضه الكفه، انا شايف انها تبقى مايله للزمالك في لعيبه كانتلاق البطوله، دي فرصه ليك، وجماهيريا كمان هناك جمهور الزمالك هيبقى عامل حلقه، ودي فرصه ليك ان انت تكسب الماتش ده، فهتفرق معاك جدا طبعا. انت بتتكلم في الماتشين اللي بعديهم برضو، بتتكلم في النصر والشباب، الشباب وبعدين النصر، الشباب يعتبر يعني هو هيلعب يعتبر فول تيم حاجه زي كده. النصر برضو اول ماتشين مش هيلعب، وهو على ماتش الزمالك هو قالوا اللي هو هيرجعوا من الاعداد اللي بيعملوه، يعني هيلعب بالفريق الثاني اول ماتشين، وماتش الزمالك هيبقى كابتن سيد بالقائمه اللي موجوده دي، شايف الزمالك في البطوله العربيه فنيا هيبقى شكله عامل ازاي؟ وهل الزمالك هيبقى استفاد الراجل من الفتره اللي فاتت في تطبيق طريقته؟ انا شايف توقيت البطوله يعني مش الامور مش هتبقى صعبه على نادي الزمالك، معظم الفرق هتبقى في فتره اعداد ولسه بتبدا، فالامور عاديه يعني. بس انا اتمنى ان مدرب نادي الزمالك ما يصعبهاش على نفسه يعني، ما يصعبهاش على الفرقه، يبقى انت عارف ان عندك غيابات وعندك نقص وعندك عناصر مش كويسه، زي ما عيد بيتكلم على الديفنس او خط الدفاع، حتى اللي رجعوا من الاعارات محتاجين برضو للاندماج على طريقتك، محتاجه شويه وقت. لا، وانت عندك مشكله في خط دفاعك، فما بتبينش الديفوات او الاخطاء اللي هي موجوده، ما توسعش المساحات، ما تعملش طريقه اللعب اللي انت بتلعب بيها. انت لو لعبت فرقه رقم العاشر في الدوري المصري هتكسبك لو انت بتلعب بالطريقه دي، وفتح الملعب وسايب مساحات كبيره جدا، لو ركزت شويه طبعا اي حد يتفرج عليك هيكسبك مستريح. فانت خليك في الطبيعي، العب على امكانياتك، على امكانيات لعيبتك، كل واحد في مكانه بس على الاقل، يعني ما تقعدش تفتح مساحات وتلعب ناحيه اليمين واحد وينج وملعبه من قدام، وتلعب ناحيه الشمال واحد وينج قدام خالص وسايب المساحه 20 30 يارده في ظهره، والسيرد باكين جايب واحد مش على عدلته تحطه هنا، وجايب الثاني لعيب مش سريع اروح حاطه جنبه
اعمل له مساحه كبيره، فيبقى في مساحه في ظهره كبيره جدا يتحط في اي سباق سرعه، يبقى انفرادات على طول. ففي حاجات كده في الكوره. الديفندرين رغم لعب زيزو وفتوح اضيع امكانياتهم كلها وانا حاططهم جوه الملعب اصلا. فانا بشوف يعني هو لازم يسهل الامور على نفسه، انما انت انا شايف توقيت البطوله يخدم نادي الزمالك، ان الفرق كلها وترتيب الماتشات والفرق كلها بتبدا اعداد ولسه في البدايه، وفي بعض الفرق برضو داخله جوائز البطوله عامله نقطه سلبيه شويه، ان الفرق ما بتعلاش غير في الفاينل. ايوه، فالفرق عارفه 100,000 دولار لغايه دور السيمي فاينل، فالفرق عارفه ان انا ايه الفاينل تبقى 6 ان انا مهما اعمل في الاول ده مش هيجيب لي حاجه. ففي فرق اللي هو ايه، انا رايح موجود في البطوله بس ممكن نخرج عادي. يعني الموضوع مش بالاهتمام الكبير، مش اللي هو انا هعدي الدور ده مثلا هاخد، المفروض يعملها ايه لو يعدي الدور ده هيجمد البطوله. عدي الدور ده مثلا 500,000 دولار اللي بعده مليون. هو الجواز غريبه ترتيبها غريب. فهي مخليه البطوله ان الفرق ما فيش الاهتمام الكبير قوي. يعني اما اتكلم على نادي النصر بيقول لها فلسفه ثانيه، ان كل الناس عايزه تموت نفسها عشان توصل فاينل، يعني دي فلسفه تانية. بس برضو انت عارف ان انت في الاخر مش كل الفرق دي هتوصل فاينل طبعا. انت بتتكلم في 16 فريق، يعني كلهم عايزين يعني انت اضرب لك مثلا صغير، النصر مثلا هيلعب اول ماتشين بالفريق الثاني خسر، هو النصر 6 مليون دولار مش فارق معاه. طب اسالك على حاجه، اسالك على حاجه صح يعني لا رونالدو دليل يعني. دليل ان مفيش اهتمام كبير لسبب، خسر الماتشين فهو خرج. خسر اول ماتشين خرج البطوله، فمش ملوش لازمه الماتش الثالث بالنسبه له. فالامور انا شايفها واخدها اعداد، كل الفرق، فدي فرصه للزمالك طبعا. تمام، كابتن احمد عيد شرفتنا ونورتنا حبيبي. واحمد عيد بتاع الزمالك الثاني رجع لا ما رجعش، ما في مشكله مع امبي؟ ما خلاص هو ماضي مع امبي وانا شايف ان هو ده بس امبارح اتكلم وقال راجع وعمل مداخلات. ايوه ما هو قال راجع وعمل مداخلات، بس هو في الاوراق اللي طلعت، هو من حق نادي امبي الاوراق اللي طلعت. فانا بتمنى ان هو يرجع، بس هو الاوراق اللي طلعت في هيبقى في تفاوض بقى مع امبي الكلام دوت. القصه ديت هنشوفها بقى. شرفتنا ونورتنا ابو كباتن حبيبي، نجمنا كابتن سيد معوض شرفتنا ونورتنا. خليك حلقه الكوره بقى يوم الاربعاء ان شاء الله نتكلم بقى. ربنا ما يجيبش خناقه قبليه. لا هتلاقي خناقه بالليل الاربعاء الساعه 7 قبليها بخمس دقائق. في ماتش المصري. الاهلي والمصري يبقى في خناقه. لا ان شاء الله. طب انا اقول لك على حاجه، اما نجي التلاتة. ان شاء الله ما فيش خناقات والمباراه تبقى كويسه باذن الله. اشكرك كابتن سيد، شكرا جزيلا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكرة إن شاء الله إذا كان لنا عمر بمشيئة الله في تمام 11 مساء حلقة جديدة من بوكس تو بوكس. إلى اللقاء.